كتاب حضارة العرب للكاتب غوستاف لوبون. مقدمة الكاتب: إن القوة لم تكن عاملا في انتشار القرآن ما ترك العرب المغلوبين أحرارا في أديانهم، فإذا حدث أن اعتنق بعض الأقوام النصرانية الإسلام واتخذوا العربية لغة لهم، فذلك لما رأوه من عدل العرب الغالبين مما لم يروا مثله من سادتهم السابقين، ولما كان عليه الإسلام من السهولة التي لم يعرفوها من قبل. ولم ينتشر القرآن إذن بالسيف، بل انتشر بالدعوة وحدها، وبالدعوة وحدها اعتنقته الشعوب التي قهرت العرب مؤخرا كالترك والمغول. أدرك الخلفاء السابقون الذين كان عندهم من العبقرية السياسية ما نظر وجوده في دعاة الديانات الجديدة، أن النظم والأديان ليست مما يفرض قصرا، فعاملوا أهل كل قطر استولوا عليه بلطف عظيم، تاركين لهم قوانينهم ونظمهم ومعتقداتهم، غير فارضين عليهم سوى جزية زهيدة في الغالب إذا ما قيست بما كانوا يدفعون سابقا في مقابل حفظ الأمن بينهم. فالحق أن الأمم لم تعرف فاتحين متسامحين مثل العرب، ولا دينا سمحا مثل دينهم. غوستاف لوبون. مقدمة المؤلف: يعرف قراء كتبنا السابقة مضامين هذا السفر الجديد، ويعلمون أننا سندرس تاريخ الحضارات بعد أن بحثنا في الإنسان والمجتمعات. كان كتابنا السابق وقفا على وصف ما اعتبر جسم الإنسان وعقله من التطور المتتابع، وعلى بيان العناصر التي تتألف المجتمعات منها، وقد رجعنا فيه إلى أقدم أدوار الماضي، وأوضحنا فيه كيف نشأت زمر الإنسان الأولى، وكيف تولدت الأسر والمجتمعات والصناعات والفنون والنظم والمعتقدات، وكيف تحولت هذه العناصر بتوالي الأجيال، وبينا فيه عوامل هذا التحول. وإننا بعد أن بحثنا في الإنسان وهو منفرد وفي تطور المجتمعات، نرى أن نطبق قواعدنا التي بسطناها هنالك على الحضارات العظيمة إكمالا لبرنامجنا. إن العمل لواسع، وإن مصاعبه لكثيرة، وإذ كنا لا نبصر مداه الآن، عزمنا على جعل كل مجلد منه تاما مستقلا. فإذا انتهينا من المجلدات الثمانية أو العشرة الباحثة في تاريخ مختلف الحضارات، وتمت بذلك غايتنا، سهل ترتيبها ترتيبا علميا. وبالعرب بدأت، وسبب ذلك أن حضارتهم من الحضارات التي اطلعت عليها في رحلاتي الكثيرة أحسن مما اطلعت على غيرها من الحضارات التي كمل دورها وتجلى فيها مختلف العوامل التي أوضحنا سرها في ذلك الكتاب، وهي من الحضارات التي نرى الاطلاع على تاريخها مفيدا إلى الغاية، وهو أقل ما عرفه الناس. وتسيطر الحضارة العربية منذ 12 قرنا على الأقطار الممتدة من شواطئ المحيط الأطلنطي إلى المحيط الهندي، ومن شواطئ البحر المتوسط إلى رمال إفريقيا الداخلية. وكان سكان هذه البلدان المترامية الأطراف تابعين لدولة واحدة، ويدينون الآن بديانة واحدة، ولهم لغة واحدة ونظم واحدة وفنون واحدة. ولم يقم عالم بوضع كتاب جامع لتأثير حضارة العرب في الأمم التي سيطرت عليها، شامل لعجائبها في إسبانيا وإفريقيا ومصر وسوريا وفارس والهند. ولم تنل يد البحث العام فنون العرب، وإن كانت أكثر ما عرف من عناصر حضارتهم. وباء المؤلفون القليلون الذين أرادوا ذلك بالخيبة، فعزوا حبوط عملهم إلى نقص الآثار والأسانيد. ولا ننكر أن تشابه
المعتقدات أوجب تجانسا كبيرا في فنون مختلف البلاد التي خضعت للإسلام، ولكن من الواضح أن ما بين الأمم الإسلامية من الاختلاف وما بين بيئاتها من التباين أدى من جهة أخرى إلى فروق بعيدة الغور في تلك الفنون. فما ذلك التجانس وما تلك الفروق؟ سيرى القارئ الذي يتصفح فصول هذا الكتاب الخاصة بدراسة فن البناء وما إليه درجة صمود العلم الحديث عن هذه المسائل. وكلما أمعنا في درس حضارة العرب وكتبهم العلمية واختراعاتهم وفنونهم، ظهرت لنا حقائق جديدة وآفاق واسعة، ولسرعان ما رأينا أن العرب أصحاب الفضل في معرفة القرون الوسطى لعلوم الأقدمين، وأن جامعات الغرب لم تعرف لها مدة 5 قرون موردا علميا سوى مؤلفاتهم، وأنهم هم الذين مدنوا أوروبا مادة وعقلا وأخلاقا، وأن التاريخ لم يعرف أمة أنتجت ما أنتجوه في وقت قصير، وأنه لم يفقهم قوم في الابتداع الفني. وتأثير العرب عظيم في الغرب، وهو في الشرق أشد وأقوى، ولم يتفق لأمة ما اتفق للعرب من النفوذ، والأمم التي كانت لها سيادة العالم كالأشوريين والفرس والمصريين واليونان والرومان توارت تحت أعفار الدهر، ولم تترك لنا غير أطلال دارسة، وعادت أديانها ولغاتها وفنونها لا تكون سوى ذكريات. والعرب وإن تواروا أيضا لم تزل عناصر حضارتهم، وإن شئت فقل ديانتهم ولغتهم وفنونهم، حية وينقاد أكثر من 100 مليون شخص مقيمين فيما بين مراكش والهند لشريعة الرسول. وثبتت أصول شريعة الرسول وفنون العرب ولغتهم أينما حلت، وثبتت أصول شريعة الرسول وفنون العرب ولغتهم أينما حلت، ولم يدر في خلد أحد من الفاتحين الكثيرين الذين قهروا العرب إقامة حضارة مقام حضارة العرب، وانتحلوا كلهم دين العرب وفنونهم، واتخذ أكثرهم العربية لغة له، وتقهقرت أمام الإسلام في الهند ديانات قديمة، وجعل الإسلام مصر الفراعنة القديمة التي لم يكن للفرس واليونان والرومان فيها سوى نفوذ قليل، عربية تامة العروبة، وعرفت أقوام الهند والفرس ومصر وإفريقيا لهم سادة غير أتباع محمد فيما مضى، ولم يعرفوا لهم سادة غير مسلمين بعد أن رضوا بالإسلام دينا. حقا إن من أعاجيب التاريخ أن يلبي نداء ذلك العبقري الشهير شعب جامح شديد الشكيمة لم يقدر على قهره فاتح، وأن تنهار أمام اسمه أقوى الدول، وأن لا يزال يمسك وهو في جدته ملايين من الناس تحت لواء شرعه. ويجب احترام عظيم مؤسس الأديان والدول، وإن وصفهم العلم الحديث بذوي الهوس وحق له ذلك، ففيهم تتجلى روح الزمن وعبقرية القوم، وبلسانهم تنطق أجيال من الأجداد راقدة في ثنايا العصور والخيالات. وإن كانت كل ما يأتي به هؤلاء المبدعون لمثل عالية هي التي أوجدت كياننا الحاضر، ولا تقوم بغيرها حضارة، ولم يكن التاريخ سوى قصص للحوادث التي أقام بها الإنسان خيالا فعبده ثم هدمه. والحضارة العربية من صنع قوم من شباه البرابرة، فلما خرج هؤلاء القوم من صحارى جزيرة العرب صرعوا الفرس واليونان والرومان، وأقاموا دولة عظيمة امتد سلطانها من الهند إلى إسبانيا، وأبدعوا تلك الآثار التي هي آية في الإعجاز والتي تورث بقاياها العجاب. فما العوامل التي ظهرت ونمت بها حضارة العرب ودولتهم
وما أسباب عظمتهم وانحطاطهم. حقا إن ما ذكره المؤرخون ضعيف إلى الغاية ولا يقف أمام سلطان النقد، وطريقة التحليل العلمي أفضل وسيلة لإيضاح شأن أمة كالأمة العربية. والغرب وليد الشرق، ولا يزال مفتاح ماضي الحوادث في الشرق، فعلى العلماء أن يبحثوا عن هذا المفتاح فيه. وتبدو الفنون واللغات وأكثر الديانات العظمى بارزة في الشرق، ويختلف سكان الشرق الآن عن سكان البلدان الأخرى في المبادئ والآراء والمشاعر. والشرق يتحول ببطء ويقترب حاضره من ماضيه، ويستطيع من يبحث في أحواله الحاضرة أن يصل إلى صميم الأجيال الغابرة. والشرق مرجع دائم لرجال الفن والعلم والأدب. وما أكثر ما جلست تحت نخلة أو أمام معبد فأخذتني سنة، وخضت في بحر من الخيالات، وأبصرت من خلالها سالف الأجيال، وتمثلت لي مدن غريبة ذات أبراج مشرفة، وقصور عجيبة، ومعابد شامخة، ومآذن رفيعة تتلألأ تحت وهج الشمس. ورأيت قوافل من أهل البدو، وجموعا من الشرقيين بملابسهم الزاهية، وشراذم من الأرقاء الصمر، ونساء مخدرات تجوب تلك المدن. ولا مراء في تواري نينوي ودمشق وأورشليم وأثينا وغرناطة ومنفيس وطيبة ذات مئة الباب وأفول نجمها، ولا ريب في أن قصور آسيا ومعابد مصر صارت خرائب وأطلالا، ولا شك في أنه لم يبق من آلهة بابل وسوريا وكلدة ووادي النيل سوى ذكريات، ولكنه يستتر تحت هذه الأنقاض عبر لا تحصى، وتشتمل هذه الذكريات على معان بعيدة الغور. وتنطوي أخبار تلك الشعوب التي تناوبت ما بين عمد هيركول ونجود آسيا الخصيبة، وما بين شواطئ بحر إيجا المخضرة ورمال إثيوبيا المحرقة على أسرار وألغاز. وتلك البقاع القاسية حافلة بالمعارف، وقد يغير الباحث آراءه بسببها، ويدل درسها على وجود هوة عميقة بين الناس، وعلى بطلان مزاعمنا في الحضارة والإخاء العالمي، وعلى اختلاف ما نخاله ثابتا من المبادئ والحقائق باختلاف البلدان. وفي تاريخ العرب إذن مسائل كثيرة تتطلب حلا، وفيه دروس وعبر جديرة بالحفظ. والعرب عنوان أمم الشرق التي تختلف عن أمم الغرب، ولا تزال أوروبا جاهلة لشأنهم، فلتعلم كيف تعرفهم، فالساعة التي ترتبط مقاديرها في مقاديرهم قد اقتربت. وإنما بين الشرق والغرب من الاختلاف عظيم إلى الغاية في الوقت الحاضر، ويبلغ في عظمه ما يتعذر معه اعتناق أحدهما لمبادئ الآخر وتفكيره. وقلبت مبتكرات العلوم والصناعة كيان الغرب المادي والأدبي رأسا على عقب، وتعاني مجتمعاته المسنة تحولا بعيد المدى، ويقاسي خلافا شديدا، ويكابد في سبيل معالجة الشرور التي نشأت عن ذلك الخلاف أزمة عامة تسوقه بالطراد إلى تبديل نظمه. ويئن من عدم الانسجام بين المشاعر القديمة والمعتقدات الجديدة، ويألم من تصدع مبادئ الأجيال السابقة. وتنال يد التغيير في الغرب الأسرة والتملك والديانة والأخلاق والمعتقدات، وتصبح هذه الأمور موضوع جدل، ولا يقدر أحد أن يتكهن بما يتمخض عنه العلم الحديث. وكلفت الجماهير بمبادئ سلبية في الوقت الحاضر،
وبلغ كلفها بها درجة الحماسة غير مقدرة نتائج ذلك. ونرى الآن قيام آلهة جدد مقام قدماء الآلهة، ونشاهد العلم يدافع عنهم اليوم، فمن ذا الذي يذود عنهم في المستقبل؟ وحال الشرق غير ذلك، فالشرق في طمأنينة وسكون، وقد بلغت شعوبه التي هي أكثرية البشر درجة ظاهرة من التسليم الهادئ الذي هو عنوان السعادة على الأقل، ولا عهد له بما عندنا من الانقسامات والحياة الصاخبة. وتتمتع شعوب الشرق بما خسرناه من التماسك، فمعتقدات هذه الشعوب لا تزال قويمة، وتحافظ أسرها على استقرارها القديم، وبقيت مقومات المجتمعات القديمة كالديانة والأسرة والنظم والتقاليد والعادات، وهي التي أصابها في الغرب من الهدم ما أصابها، مؤثرة في الشرق مسيطرة عليه، وليس على الشرقيين أن يفكروا في تبديلها. فصلنا في كتاب آخر طرق البحث والاستقصاء التي يستعان بها على درس الحوادث التاريخية تفصيلا كافيا، والآن نذكر أهمها. إن مبدأ العلة المسيطر على دراسة قضايا العلم يسيطر على دراسة حوادث التاريخ أيضا، وأن طرق البحث والاستقصاء التي يستعان بها على دراسة القضايا العلمية يستعان بها على دراسة الحوادث التاريخية أيضا. فيجب إذن درس الحادثة الاجتماعية كما تدرس أي حادثة طبيعية أو كيماوية، وتخضع الحادثات كلها لبعض السنن، أي لنظام من الضرورات والوجوب، ويعمل الإنسان وتسيره في عمله قوى مسيطرة يسميها أناس بالطبيعة وآخرون بالحكمة الربانية أو القضاء والقدر أو المصير. ونحن مسيرون من المهد إلى اللحد بما لا نستطيع مقاومته من القوى القاهرة الغالبة المتماسكة، ولا تعد أقصى جهودنا وغاية أمانينا حد الوصول إلى معرفة بعض مظاهرها وصفاتها اللازمة. ومثل تاريخ الإنسان كمثل سرد واسع متماسك الأجزاء، تتصل حلقاته الأولى بأقدم الأحقاب والعصور، وكل حادثة تاريخية نتيجة حادثات أقدم منها، والحال وهو وليد الماضي يحمل في أثنائه وتضعيفه بذور المستقبل. فيستطيع صاحب ذكاء ثاقب أن يقرأ سير الأمور المقبلة من خلال الحوادث الحاضرة. وأن يتصف أحد بمثل هذا الذكاء والإنسان، وإن استطاع يوما أن يطلع على العوامل التي أوجبت حدوث الحال وعلى ما في هذه العوامل من القوى المتقابلة، يتعذر عليه تحليل هذه العوامل، ومما لا يقدر عليه علم الفلك أن يعين بالحساب اتجاه جرم خاضع لتأثير ثلاثة أجرام أخرى. فما تكون المسألة حين البحث عن تأثير ألوف الأجرام في جرم واحد، ولم تستنبط جميع السنن التاريخية المزعومة من غير ما هو تحت الحس والاختبار، وهي تقاس بملاحظات علماء الإحصاء الذين يستطيعون بما يشاهدون ويختبرون أن ينبئوا مثلا بعدد الوفيات والجرائم وأنواع الجرائم التي يصاب بها بلد يسكنه مليون نفس في سنة ما، من غير أن يخلصوا إلى صميم علل الحوادث الذي هو ضرب من المحال. وهذه العوامل كثيرة إلى الغاية، ونشأ عن تعذر النفوذ إلى علل الحوادث الاجتماعية استخفاف فريق من العلماء بالعلوم التاريخية التي حاولوا الغوص فيها. قال الكاتب الفاضل مسيورينان: إن العلوم الافتراضية تنقض بعد أن توضع وستهمل في 100 سنة، وأوشك جيل من الذين لا يبالون بالماضي أن يظهر ويخشى، والحالة هذه
أن تندثر قبل أن تقرأ كتبنا في دقائق الأدب وروائع الفنون التي ينال التاريخ منها ضبطا ودقة. ويرى رينان أن المستقبل للفيزياء والعلوم الطبيعية حيث يتجلى كنه الوجود ومعنى العالم ومعنى العالم وسر الله وما إلى ذلك، وقد يأمل كل واحد ذلك لا ريب، ولكننا لا نرى ما يسوغ هذه الأماني. فليس في العلوم الوضعية شيء عن الموجب الأول لأي حادث كان، وكل ما كشفت العلوم الوضعية الحديثة عنه فكانت فيه قوتها هو ما بين ظواهر الأمور من الارتباط، وهي حين تتناول أمورا معقدة تغرق في بحر من الفرضيات والظنون، ولا تكاد العلوم الحديثة تأتي بجواب حائر عن المسائل التي يضعها الإنسان كل يوم، وهي لن تحل واحدة من المعضلات التي تواجه الطبيعة بها الإنسان من مهده إلى لحده، وهي لا تشبع ما تلقيه في قلوبنا من فضول أبدا، وهي تثير الأفكار ولا تفك المسائل، وستلحق كرتنا الأرضية في الفضاء بالأجرام الخامدة قبل أن يجيب أبو الهول الخالد عن سؤال واحد. إذن يجب ألا يعترينا الوهم حول قدرة العلوم فنحملها ما لا طاقة لها به، والعلوم تبحث فقط في أوصاف الإنسان أو الحيوان أو النبات أو المجتمع، وفي رسم صورة صادقة عن أدوار الماضي، وفي ارتباط بعض الحوادث التاريخية في بعض، ولا نطالب المؤرخ بأكثر من هذا. والعمل شاق ويتطلب عناية كبيرة، ومن الصعب جمع ما هو ضروري من المواد لتصوير إحدى الحضارات، وأصعب من هذا استخدام هذه المواد. ولم تكن هذه المواد في أنساب الملوك وأخبار الملاحم والفتوحات، وإنما هي على الخصوص في لغات كل دور وفنونه وآدابه ومعتقداته ونظمه السياسية والاجتماعية. ولم تنشأ هذه المواد عن المصادفات أو أهواء الرجال أو مشيئة الآلهة، بل عن احتياجات الشعوب وأفكارها ومشاعرها. وتتضمن الديانات والفلسفة والآداب والفنون نمطا خاصا من الشعور وطرزا معينا من التفكير، ولا تتضمن غير هذا. نعم، إن أعمال الرجال وآثارهم تعبر عن أفكارهم ومشاعرهم وتمكننا من تصور الدور الذي كانوا فيه، ولكن هذا لا يكفي، فالأمم نتيجة ماض طويل، وليست الأمم بنت ساعة واحدة، وهي محصول ما خضعت له من البيئات المختلفة التأثير، ولذا يفسر حاضرها بماضيها. ونرى تسمية البحث في تكوين العناصر التي تتألف الأمة منها بعلم الأجنة الاجتماعي، وسيكون هذا العلم أساسا متينا يستند إليه التاريخ، كما تستند علوم الحياة إلى علم أجنة الأحياء في الوقت الحاضر. ولا بد لذوات الحياة من أن تقطع أطوارا سفلية قبل بلوغها درجة عالية من الرقي، وقلما يكشف التاريخ لنا الغطاء عن هذه الأطوار السفلية بعد اختفائها. ولم يفت البحث العلمي أن يجمع منها ما هو أساسي من ضياع حلقات من سلسلتها، ولم تصب المجتمعات كلها أدوارا متماثلة من التقدم أيضا، ولم يجاوز الكثير منها بعد ما قطعه الغرب من المراحل التي هي عنوان الماضي الثابت. والذي يسير في الأرض يشاهد أدوار التاريخ البشري المختلفة منذ أقدم العصور الحجرية حتى الوقت الحاضر، وبهذا يمكن تأليف تاريخ إحدى الأمم ومعرفة عناصر حضارتها. ومن الممكن تأليف تاريخ لإحدى الحضارات ونموها بطريق البحث في المباني العظيمة والآداب واللغات والنظم والمعتقدات إلخ. وإذا كان من النادر
نيل كل هذا فإن بعض هذا يكفي لاستخراج ما تبقى. الطرق العلمية التي يصل بها الباحث إلى تصوير حيوان مستعينا بقطع من هيكله العظمي يستفاد منها في المباحث التاريخية أيضا، وظهور بعض الخطوط والحروف يتضمن وجود غيرها دائما، وقد تكون تلك المواد غير كافية من حيث الضبط والدقة على الخصوص، والعلم الحديث يترك إتمامها للحفظة. ومن السهل أن نتوقع اختلافا بين كتب التاريخ التي تؤلف في المستقبل وكتب التاريخ الحاضرة، فستقتصر كتب تاريخ الحضارات التي تؤلف في القرن العشرين مثلا على العنوان ومجموعة من الصور والخرائط والمنحنيات الهندسية الدالة على تقلبات الحوادث الاجتماعية، ويمكن التعبير عن الجسامة والطاقة والوزن والديمومة بأرقام أو خطوط دائما، ولا نرى حادثة نفسية أو اجتماعية معقدة يتعذر الإفصاح عنها بأرقام أيضا، ويكفي للوصول إلى قياسها بمقياس أن تفرق إلى عناصرها الأساسية. ولا جرم أن علم الإحصاء أقل العلوم الحديثة التي هي في دور النشوء تقدما، وما بلغه علم الإحصاء ينبئنا بفائدته المرجوة في المستقبل، وقد ألقى علماؤه بما جمعوه من الأرقام ضوءا على إنتاج البلدان واستهلاكها وثروتها واحتياجاتها وقوة سكانها المادية والأدبية وتباين مشاعرها ومعتقداتها ومختلف العوامل المؤثرة فيها. وريثما يقع ذلك في المستقبل الذي يعبر فيه عن وقائع التاريخ والحوادث الاجتماعية بالصور والخرائط والمنحنيات الهندسية، نرى أن نستعين بأصح الآثار والأدلة التي خلفها الماضي وأكثرها ضبطا. وعندي أن ما لدينا من المواد التي ذكرناها يكفي لوضع صورة عن الحضارات الماضية وتاريخ تكوينها، ويجب للانتفاع بتلك المواد أن تدرس آثار الحضارات الماضية في أمكنتها، فمناظر هذه الآثار للكتب هي التي تعرب عن الماضي، وليس في الكتب ما تعرف به العلوم الطبيعية أو العلوم الاجتماعية. وتكون دراسة البيئات في أمكنتها أمرا ضروريا عندما يبحث في أمة كالأمة العربية ذات آثار كثيرة في مختلف الأقطار التي ازدهرت حضارتها فيها، وتعلمنا الرحلات كيف نتحرر من قيود الآراء المتأصلة والتقاليد الموروثة وضلال الماضي وباطله. وسيجد القارئ في هذا الكتاب تطبيقا للقواعد المذكورة التي ابتعدنا بها عن أكثر أحكامنا التقليدية الموروثة في الشرقيين، ولا سيما في دين محمد وتعدد الزوجات والرق والحروب الصليبية والنظم والفنون وتأثير العرب في أوروبا وما إلى ذلك. إن الآثار الباقية من حضارة العرب كثيرة، وهي تكفي لإيضاح أقسامها الجوهرية بسهولة، وقد استعنا بأكثرها أي بما خلفه العرب من العلوم والآداب والفنون والصناعات والنظم والمعتقدات. وأكثر ما رجعنا إليه في وضع هذا الكتاب هو ما نسميه الآثار الماثلة التي تستوقف النظر بأشكالها الظاهرة وتعبر عن رغائب الزمن الذي قامت فيه ومشاعره تعبيرا صادقا، ولا غرف فيها يتجلى نفوذ العروق وتأثير البيئة. وبها يمكن الوقوف على أحوال القرون الغابرة، فالكهف الذي نحت في العصر الحجري أو المعبد المصري أو المسجد الإسلامي أو الكاتدرائية أو محطة السكة الحديدية أو مخدع المرأة العصرية أو الفأس المصنوعة من الصوان أو السيف ذو المقبضين أو المدفع الذي يزن 50 طنا، أفضل لمعرفة جميع ذلك من أكداس كتب البحث والجدل. ولا نرى غير طريقة واحدة لوصف الآثار الماثلة،
وهي عرض صورها، فصور البارتينون والحمراء وأفروديت أولى من مجموعة الكتب التي وضعها جميع مؤلفي العالم لوصفها. وما تلقيه صور الآثار التاريخية في الروع من المعاني الصادقة يدفعنا إلى الإكثار منها في هذا الكتاب. والقارئ الذي يقتصر على تصفح صور هذا الكتاب يطلع على حضارة العرب وتحولاتها في مختلف الأقطار أكثر مما يطلع عليه من الكتب الكثيرة، وذلك عدا إعفائه من مطالعة المباحث المطولة في وصف تلك الآثار من غير أن يظفر منها بفكر صحيح. ولقد أصاب من قال إن صورة متقنة خير من 100 صفحة في الوصف، وليس من المبالغة أن يقال إنها خير من 100 مجلد. ولا تكفي ألفاظ أي لغة لوصف آثار الشعوب ولا سيما آثار الشرقيين، وإنما نطلع بالمشاهدة على مناظرها ومبانيها وفنونها وعروقها، ولا يستطيع أروع القول أن يؤثر في النفس بمثل ما تؤثر به رؤية الأشياء نفسها أو صورها عند الضرورة. والفوتوغرافيا هي التي يمكن أن تجود علينا بصور صحيحة للأبنية والآثار الفنية والمناظر وأمثلة الشعوب ومظاهر الحياة المنزلية، وبها نستعين في وضع هذا الكتاب. فما تقدر الفوتوغرافيا عليه من الدقة في بضع ثوان لا يستطيعه أمهر رجال الفن في أيام كثيرة. ولو اقتصر الأمر على تصوير المباني مثلا لاستطاع رسام ماهر لا قيمة للوقت عنده أن ينافس الفوتوغرافيا، ولكن مثل هذه المنافسة تتعذر عندما يجب تصوير ألوف من مناظر الحياة العامة التي هي عنوان وجود الأمة. فالفوتوغرافيا وحدها هي التي تستطيع أن تصور الأشياء في أثناء حركتها تصويرا صادقا، وذلك كشارع يزدحم الناس فيه، أو سوق، أو حصان، جواد راكض، أو موكب عرس، أو ما ماثل ذلك. ومنذ أمس فقط أوصت طرق العلم الحديثة بأن يستعان في الرحلات بالفوتوغرافيا، وهذا الكتاب هو أول الكتب انتفاعا بالفوتوغرافيا. وفيه يرى القارئ مقدار النتائج المهمة التي توصلنا إليها بفضل الفوتوغرافيا، وكل صورة فوتوغرافية اشتمل عليها وثيقة صادقة قوية لا يتطرق إليها الوهن. وإذ كانت الصور الفوتوغرافية من عمل الشمس وحدها، حق لي أن أناضل عن قيمتها. وعلى العالم الذي قد يستخف بالصور التي يحتويها هذا الكتاب أن يفكر قليلا ليرى كيف تفضل مجموعة من الصور الفوتوغرافية على تلال الكتب التي بحث فيها عن اليونان والرومان، وما أكثر ما نتعلمه من الصور الفوتوغرافية وما أحقر المؤلفات بجانبها. وليترك فن الرسم، وهو الذي قام حتى الآن بما طلب منه في تصوير المباني والموجودات، مكانه للفوتوغرافيا التي يركن إليها اليوم في كتب العلم أو التاريخ أو الرحلات. نعم، إن في نقل الآلات الفوتوغرافية المعقدة إلى البلدان البعيدة واستعمالها لمصاعب كثيرة، ولكنه يجب على كل عالم أو سائح ثبت يريد أن تكون لأثره قيمة أن يخضع لحكم الضرورة مهما كلفه الأمر، ولا يترك مثل هذا العمل إلا لأربابه. فإذا كان من السهل استعمال آلة التصوير والتقاط الصور، فإنه يعسر انتخاب الآثار التي يجب تصويرها، ويصعب تعيين الأحوال التي يجب أن تكون عليها هذه الآثار وقت تصويرها. ويكفي لإدراك درجة الاختلاف في اللون أو الصفة أو الأوضاع
أن ننعم النظر في المنظر الواحد أو البناء الواحد أو الشخص الواحد الذي يصوره مصورون كثير. وعدسة التصوير صادقة في ذلك كله لا ريب، ولكن الطبيعة هي التي تتغير، فالبناء أو المنظر الواحد الذي تضيئه الشمس في الشتاء لا يظل البناء أو المنظر نفسه حين إضاءة الشمس له في الصيف أو حين إضاءتها له في الصباح أو المساء. وكل الفن في التقاط صور الأشياء حينما تكون مؤثرة في النفس مع توخي الضبط، ولا يكفي أن تكون الصورة صادقة لتؤثر في النفس. فمع أنني أنظر بعين العجب إلى كتاب ميسيو بيرو عن مصر، أرى الصور الشاحبة الجافة التي زين بها صفحاته لا تؤثر في النفس ذاك التأثير المطلوب. وغرض غير هذا ما يجب على المؤلفين أن يسعوا إليه. وتختلف الوسائل التي نشرنا بها صورنا الفوتوغرافية على حسب تأثيرها في النفس، ففي الأمور التي قصد بها التأثير جملة لا تفصيلا، حولت صورها إلى كليشات على طريقة التجويف الفوتوغرافي الحديثة فوتوغرافور. وفي الأمور التي قصد فيها إظهار الدقائق حفرت صورها الفوتوغرافية بالمنقاش في الخشب من غير أن يكون للرسام عمل فيها. وإذا عدوت بعض الشواذ وجدتنا لم نلجأ لإظهار دقائق فن البناء إلى طريقة الرسم بالتخطيط إلا عند عدم كفاية أي طريقة أخرى غيرها. وفي الكتاب 363 صورة لم تترك واحدة منها لتفنن يصنع فيها كما يشاء، ورغبنا عن الوثائق التي كان للخيال حظ فيها مرجحين العدول عن مصدر للصور الرائعة كالتي نشرت في كتاب ميسيو إيبر وميسيو مسبيرو عن مصر وحازها ناشر هذا الكتاب، مقتصرين مع الأسف على ما استند منها وهو قليل إلى صور فوتوغرافية، فرأينا من العبث تكرار صنعه. ولم تفتني الاستفادة من الرسوم التي صنعت بأمانة مع اتخاذ الفوتوغرافية أساسا لصور هذا السفر. فاستعرت رسوما كثيرة من مجموعات كوست ويربس الأقيني وجونز، ولا سيما الكتابان الرائعان اللذان نشرا حديثا في إسبانيا عما فيها من الآثار الفنية والعمارات. وكان للفوتوغرافيا كبير عمل في هذا أيضا، مما جعلت هذه الرسوم خاضعة لطريقة التجويف الفوتوغرافي الهيلوغرافور. وقضت ضرورة التزيين ألا أوزع صور هذا الكتاب توزيعا مرتبا دائما، وإنما يمكن القارئ أن يجد بسهولة ما قد يحتاج إليه منها عند نظره إلى فهرس الصور. والقارئ باطلاعه على هذا الفهرس يعلم تنوع هذه الوثائق، ويعلم ما نشر منها في هذا الكتاب دون غيره. وقد تعذر علينا لضخامة هذا الكتاب وكثرة صوره أن نبين المصادر التي اعتمدنا عليها في هامش صفحاته، فاكتفينا بنشر فهرس شامل لها في آخره. فالقارئ الذي يريد أن يتعمق في بعض المباحث يجد ضالته فيه. وليعلم القارئ أن كل فصل في هذا الكتاب هو خلاصة عدة مباحث، وما أبديته من الملاحظات يمكن عده متمما لها. ونحن إذ نختم هذه المقدمة نلخص المنهاج الذي اتبعناه في وضع هذا الكتاب، والذي نتبعه فيما نؤلفه من تواريخ الحضارات بما يأتي. فنقول من المبادئ العامة
الوجوب في وقوع الحوادث التاريخية والصلة الوثيقة بين الحوادث الحاضرة وحوادث الماضي. ومن مواد التأليف آثار الشعوب التي هي موضوع الدرس، وتصويرها تصويرا صادقا، ووصف العرق جسما وعقلا، والبيئة التي نشأ فيها العرق والعوامل التي خضع لها، وتحليل لعناصر الحضارة أي للنظم والمعتقدات والعلوم والآداب والفنون والصناعات، وتاريخ لتكوين كل واحد من هذه العناصر. وإذا أصابنا التوفيق في عرض صورة واضحة عن الأزمنة التي نرغب في بعثها، مستعينين بتلك المواد والمبادئ، فإننا نكون قد نلنا ما نتمنى. هوامش: 1. كتاب الإنسان والمجتمعات ومصدرهما وتاريخهما وهو يقع في مجلدين. 2. يدرك القارئ درجة النقص في الصور التي أخذها ميسيو بيرو من القاهرة عن الأهرام، والصور التي أخذها عن معابد جزيرة الفيلة وغيرها عند قياسها يجيد الصور الفوتوغرافية. 3. من الواجب أن أختم هذه المقدمة بشكري لمن وجدت منهم نفعا في أثناء تأليف هذا الكتاب وفي أثناء رحلاتي الأخيرة، وأخص بالذكر منهم العضو في المجمع العلمي ومدير مدرسة اللغات الشرقية ميسيو شيفر، والأستاذ في جامعة كوامبر ميسيو بي سيمويس، والدكتور سوزا فيتربو في أشبونة، ورجل الفن في غوليغان البرتغال ميسيو شارل ريلاقا، والوزير لدى بلاط سلطان مراكش ميسيو دالوين، والمسجل في القنصلية الفرنسية بالقدس ميسيو دومال بيرتوي، والدكتور سوكي، والكونت بود هوركي ببيروت، ومدير البنك السلطاني بدمشق ميسيو شلو نبرغر، ومدير المكتبة الوطنية بباريس ميسيو لافوا وميسيو تياري، والمصورين الرسامين ميسيو هوبو وميسيو بيتي وميسيو فيرمان ديدو، الذي أسعدني الحظ النادر بأن أجد فيه ناشرا لم يقصر في الإنفاق على طبع هذا الكتاب، وبأن كان لي في نصائحه الأخوية ومعارفه الفنية فائدة كبيرة. الباب الأول: البيئة والعرق. الفصل الأول: جزيرة العرب. رقم 1: جغرافية جزيرة العرب. جزيرة العرب هي مهد الإسلام، وهي منبت الدولة الواسعة التي أنشأها خلفاء محمد. ويتألف القسم الأكبر من جزيرة العرب من صحار، ويحيط بها البحر الأحمر من الغرب، وبحر عمان والخليج الفارسي من الشرق، والمحيط الهندي من الجنوب، وتتصل من أقصى غربها وشرقها بإفريقيا وآسيا. ويحيط بجزيرة العرب من ثلاث جهات، أي من الغرب والشرق والجنوب، ثلاثة أبحر كما ذكرنا. وأما حدها الشمالي فغير واضح، وهو يمتد تقريبا باتجاه الخط الذي يبدأ من مدينة غزة الفلسطينية الواقعة على ساحل البحر المتوسط، مارا بجنوب البحر الميت فدمشق فالفرات، وينتهي بخليج فارس. ويبلغ طول جزيرة العرب من أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها نحو 23 درجة أو 2500 كيلومتر، ويبلغ عرضها من البحر الأحمر إلى الخليج الفارسي نحو 1000 كيلومتر، وتزيد مساحة جزيرة العرب على 3 ملايين كيلومتر مربع، أي على مساحة تعدل فرنسا 6 مرات. وليس لدينا إحصاء قاطع لنفوس جزيرة العرب في الوقت الحاضر،
وقد قدرت منذ بضع سنين ب10 ملايين، ولم تزد على 5 ملايين في أحدث المؤلفات. وخمس هؤلاء السكان أهل بدو على الأقل، ونحن إذا نظرنا إلى سطح جزيرة العرب رأيناه مؤلفا من هضبة تشبه الصحراء الإفريقية في اتساعها وسهولها القاحلة الرملية أو الصخرية التي تتخللها بقاع منبتة، وتنحدر هذه الهضبة إلى الخليج الفارسي. ويقطع مجاهل جزيرة العرب الواسعة أودية وبقاع جبلية ذات مدن وقرى يسكنها فريق من الزراع، ولا تعرف الصحراء غير أهل البدو الذين يجوبونها. وتقع في وسط تلك الهضبة العربية بلاد نجد التي تعد جزيرة خصبة تحيط بها الفلوات والجبال بدلا من الماء، ويظن أن نحو نصف جزيرة العرب مؤلف من بقاع خصبة، وأن النصف الآخر من صحار، وإن دلت الخرائط على اتساع رقعة الصحاري وانقباض رقعة البقاع الخصبة، وما في الخرائط من التفاوت ناشئ عن قلة ارتياد علماء الجغرافيا لجزيرة العرب واضطرارهم إلى ترك البقاع المجهولة منها بيضا. ولم يعرف من سلاسل جبال جزيرة العرب الكثيرة سوى القليل، وأحسن ما عرف منها السلسلة الممتدة على طول الشاطئ الشرقي للبحر الأحمر، حيث يرتفع بعض ذراها 2500 متر. وفقدان الأنهر الدائمة في جزيرة العرب مما يستوقف النظر، وتبقى أخاديدها خالية من الماء في أكثر أيام السنة، وتشق هذه الأخاديد جزيرة العرب طولا وعرضا، وقد يبلغ طول بعضها كوادي الرمة 1300 كيلومتر، وهي تصبح كالأنهر العظيمة المعروفة حين يملأها ماء المطر. والجدب والحر من أظهر ما عرفت به جزيرة العرب منذ القديم، والجدب على الخصوص هو أشد ما تعانيه، ولم ينشأ عن قطع أشجار غابها بالتدريج سوى زيادة القحط، شأن بلاد الجزائر الخصيبة في العهد الروماني والجديبة في الوقت الحاضر. ويدوم المطر في جزيرة العرب بضعة أشهر على العموم، ومتى احتبس عم الخراب، وأصبحت تلك البلاد غير صالحة للسكن تقريبا. ويقترن القحط في جزيرة العرب بريح السموم في الغالب، وريح السموم وعدم الماء أشد ما تقاسيه القوافل في جزيرة العرب من أخطار. قال ميسيو دي فارجيه: تعرف القافلة وهي تتوغل في الصحراء علامات ريح السموم الأولى، وهي أن السماء تظهر في الأفق مغراء ثم قهباء ودكناء، والشمس تضعف أشعتها فتصبح حمراء، والرمال الناعمة تملأ الجو والهواء، والرياح تثيرها فتغدو كالبحر المزبد الذي تحركه العاصفة الهوجاء، وهنالك تنقبض صدور السياح وتحمر عيونهم وتجف شفاههم، ويأخذون في الهرب هم وجمالهم التي تعدو تارة وتقف أخرى لتطمر نحورها في الرمل وتمرغ مناخيرها بالأرض. وإذا ما استطاعت القافلة أن تحتمي وراء صخرة حتى تهدأ الزوبعة فإنها تنجو، ولكنها إذا تاهت في البادية وكانت بعيدة من الملاجئ أو اشتدت العاصفة فإن نشاطها يفتر، وتفقد غريزة حب البقاء، ويستولي عليها الثول والدوار، وتصير غير قادرة على الفرار، وتدفن تحت أكثبة الرمل، وتبقى مدفونة إلى أن تهب عاصفة أخرى وتكشف عن عظامها المبيضة.
وتكون درجة الحرارة في داخل جزيرة العرب مرتفعة عادة، ولا تهبط في الصحراء إلى أقل من 43 نهارا و38 ليلا، وتكون معتدلة في الأماكن الجبلية أو القريبة من البحر. فقد شاهد نيبوهر أن الحرارة في اليمن لا تزيد في أواخر شهر يوليو على 29 درجة بمقياس سنتيغراد، ويكون البرد في صنعاء قارسا في الشتاء، والجفاف والجو المحرق ليس سائدين لجزيرة العرب كلها. مع ذلك ففي جزيرة العرب بقاع متسعة اتساع الدول الأوروبية المهمة كثيرة الخصب كبلاد اليمن وبلاد نجد، التي لم يرى بالغريق ما هو أنفع من جوها للصحة في العالم. وتتألف صحاري جزيرة العرب من سهول رملية واسعة، وفيها آبار وواحات ذات نخيل ومناجع، وتجوب قبائل البدو الصحراء دائما، ويأخذ عيشها بمجامع قلوب الأعراب، ويفضله الأعراب على غيره مع نفرة الأوروبيين منه. وليس حب الأعراب لعيش البادية حديثا، فهم حفدة العرب الذين قصت التوراة علينا من أنبائهم، والذين حافظوا على ما تقتضيه من أذواق وطبائع وعادات. ومما تقدم ترى جزيرة العرب ذات أجواء وتربة مختلفة، فيوجب هذا اختلافا في طرق معايشها ونباتها وحيوانها وسكانها. 2. إنتاج جزيرة العرب. التمر والبن من أهم ما تنتجه جزيرة العرب، ويعتمد سكانها على التمر في طعامهم وعلى البن في اغتنائهم، ويستفيد العرب منذ القديم مما يصدرون من اللبان والسليخة والسنة المكي والأدهان. والاختلاف جو جزيرة العرب ينبت فيها مثل نبات البلاد الحارة والبلاد المعتدلة، كالقطن وقصب السكر والجميز والطلح والدردار والمران إلخ. ويندر شجر الغاب في جزيرة العرب، والنخل أظهر ما فيها، وهو الذي يكون به لناظر الشرق شكل خاص. وتصلح الأماكن الخصبة من جزيرة العرب لمثل النبات الذي يزرع في أوروبا، كالمشمش والخوخ والتين واللوز والعنب والقمح والذرة والشعير والدخن والفول والتبغ إلخ. ومع أن الزراعة في حقول اليمن جيدة، فإن العمل فيها شاق لما تحتاج إليه من السقي الدائم بمياه المطر التي تجمع في الآبار وبين الأسداد. وتعرف جزيرة العرب مثل ما نعرف من الحيوانات الأهلية، كالبغال والحمير والبقر والضأن والماعز إلخ. ولا تجهل جزيرة العرب الكثير من الضواري كالأسد والنمر والفهد. وليست الضواري أشد ما يخاف سكان جزيرة العرب، ففيها الجراد الذي قد يأتي على الأخضر واليابس، وقد لا يخلو الجراد من فائدة مع ذلك، وهو في الغالب غذاء مسافرين في البادية وطعام مطاياهم أسابيع كثيرة. والخيل والجمال أكثر حيوانات جزيرة العرب نفعا للإنسان. فأما الجمل وهو أفضل حيوان أهلي عند العرب، فلا تقطع البادية بغيره، وهو لقناعته وقوته واحتماله المشاق وصبره على العطش أياما، لا يقوم مقامه حيوان في الركوب وحمل الأثقال، وهو يستطيع أن يجوب البادية بين حلب والبصرة حاملا 500 رطل مع علف قليل، وهو يقدر أن يأكل ما لا يقدر حيوان عليه من الطعام. وقد عجبت منه حين رأيته يأكل هادئا مطمئنا أوراق الصبار التي تكون على جوانب الطرق، فيشبه شوكها المسلات. وأما الخيول العربية فذات شهرة عالمية، وهي إذ وصفت غير مرة، وكان ما قاله بالغريق من أحسن ما قيل فيها: فإنني أقتطف منه ما يأتي. إن الخيول العربية وهي قوية عصبية رشيقة مفتخرة بعنقها مختالة في مراتعها، مثال الأناقة في شكلها والكمال في صفاتها، وهي برؤوسها الصغيرة النحيفة
وأحداقها الوهاجة ومناخيرها الواسعة وكواهلها الناهضة وجوانبها الممتلئة القصيرة وأكفالها الطويلة وزيولها المتموجة وقوائمها الدقيقة المتينة عنوان الجمال، وهي بدعتها وبأسها وقناعتها وسرعة عدوها تفضل أحسن الأنواع الأوروبية، ويعد الأعراب خمسة أنواع أصيلة للخيل متولدة من خمسة حجور كان يركبها الرسول على زعمهم، وعندما تلد الحجر الأصيلة مهرا يجتمع في المضرب أناس ليكتبوا شهادة عن وصفه واسم أمه ونسبها، ويمضوها ويضعوها في كويس جلدي يربط بنحره، فيدخل بذلك في زمرة الجياد المرموقة التي أدى الطمع فيها إلى اقتتال القبائل غير مرة. وسرعة عدو الفرس هي التي تنقذ حياة المقاتل في الصحراء غالبا. ومما رواه بوركهارد أن فرسانا من الدلوز هجموا في سنة 1815 على عصابة من الأعراب في حوران، ودحروها إلى مضاربها وأحاطوا بها من كل جانب، وأنه لم ينجو من القتل منها سوى رجل واحد امتطى صهوة جواده وخرق خط الحصار وولى مدبرا ولم يعقب، وأن أحسن فرسانهم وهم القساة الذين أقسموا أن يقتلوا العصابة على بكرة أبيها جد في أسره، وأن ذلك المنهزم لم يترك صخورا وسهولا وتلالا إلا قطعها بسرعة الزوبعة. فلما أيقن أولئك الفرسان بعد مطاردة عنيفة دامت عدة ساعات أنه لا أمل لهم في قتله، ناشدوه أن يقف ليقبلوا ناصية جواده الأصيل ويتركوه، فرضي بذلك، فقالوا له لما صرفوه كلمتهم المأثورة: اغسل حوافر جوادك ثم اشرب غسالتها، قاصدين بذلك إظهار مشاعرهم نحو جواده النجيب. وأضيف إلى ما تقدم قولي إن الخيول العربية لا تعرف سوى مشيتين، الخطاء والعدوى، وإن انقيادها لصاحبها جدير بالذكر. وما أكثر ما رأيت العرب يترجلون وخيولهم لا تحاول الابتعاد عنهم مع تركهم أعنتها لها. وعلى ما في الخيل من الفائدة لا تتوالد كثيرا في جزيرة العرب خلافا لما يظن، وسبب ذلك أن الخيل وهي على عكس الجمل الذي يمكن تربيته في كل مكان لا تنشأ إلا في البقاع الخصبة كسهول العراق وسوريا ونجد، وفي نجد وحدها أعز الخيول العربية وأرشقها. وعرفت جزيرة العرب في القرون القديمة بوفر معادنها السمينة وأحجارها الكريمة، واليوم لم يبق أثر لذلك، ولا نعلم غير ما يقص علينا من الأنباء عن حديدها ونحاسها، ومع ذلك فإننا لا نستطيع أن نبدي رأيا قاطعا في ثروة جزيرة العرب المعدنية، فمعارفنا بها سطحية. وظلت صناعة قسم من جزيرة العرب وتجارته على ما كانت عليه في القرون الخالية، وتعد الحلي اليمنية والتمور والخيل والنيلج والسنة المكي واللبان والمر الصافي إلخ أهم مواد الإصدار من جزيرة العرب، ولا تزال القوافل تقوم كما في العصر الإسرائيلي بإصدار هذه المواد من جزيرة العرب إلى أوروبا، وبإيراد ما تحتاج إليه من إفريقيا والهند وفارس. وتحسب المسافات بالساعات في جزيرة العرب كما في الشرق كله، ويرى العربي أن سير الجمل ذي الحمل الخفيف في الساعة الواحدة يعدل فرسخا، فنجم عن هذا أن المسافات التي تلوح تافهة على الخريطة تقطع في عدة أيام. وجزيرة العرب خالية من الطرق المعبدة، والطرق التي تسلكها القوافل فيها هي الأودية أو الأخاديد التي ذكرناها آنفا. وإذا ما استثنينا هذه المسالك التي لا تزال كما كانت عليه في الزمن القديم، رأينا مناحي جزيرة العرب تتعين بآبارها التي تتعذر الحياة هناك بدونها،
وأكثر مسالك جزيرة العرب استطراقا هي الطريق التي بين دمشق وبغداد، والطرق التي تبدأ من مدينة الرياض النجدية وتنتهي بمكة ومسقط وبغداد ودمشق. رقم 3، أقسام جزيرة العرب. لم يعرف القدماء من جزيرة العرب سوى الشيء القليل، ولم يتحدث هيرودوتس عنها في أكثر من بضع كلمات، ولا يؤبه للأخبار الناقصة التي أتى بها سترابون وديودورس الصقلي، وهما اللذان أسندا إلى جزيرة العرب من المنتجات في الغالب، وما كانت تصدره إليها بلاد الهند فتصدرها إلى الخارج. وذكر بطليموس، ويظهر أنه عرف جزيرة العرب أحسن مما عرفه أولئك، أنه كان في بلاد اليمن 170 مدينة، وعد من هذه المدن 5 عواصم كبيرة. ومعرفة الرومان لجزيرة العرب كانت ضعيفة إلى الغاية، وحاول الرومان غير مرة تدويخ جزيرة العرب التي كانوا يعتقدون أنها تنتج من التوابل والأبازير والعطور والنسائج والحجارة الكريمة ما كانت تستورده من بلاد الهند والصين بالحقيقة، ولكنهم وهم الذين كانوا سادة العالم لم يستطيعوا أن يقهروا قبائل البدو العربية التي احتمت بكثبان الرمال وجو البلاد. ولم يتوغل الأوروبيون في جزيرة العرب إلا حديثا، ولم يعرف عنها الأوروبيون قبل نيبوهر الذي زارها سنة 1762 ميلادي سوى ما أخذوه عن جغرافي العرب أو عن بطليموس من المعارف المبهمة. ونرى الخريطة التي رسمها نيبوهر أولى الخرائط العلمية عن جزيرة العرب مع اقتصاره على السياحة في قسم من بلاد اليمن. وانقضى نصف قرن بعد نيبوهر من غير أن يقوم سائح آخر بارتياد جزيرة العرب، فلما كانت سنة 1815 استأنف بوركهارد البحث فجمع أنباء رائعة عن جزيرة العرب، ولا سيما مكة والمدينة وما قامت به مصر حوالي تلك السنة من غزو ضد الوهابيين، كان فاتحة بحث واسع عن مختلف أقسام جزيرة العرب. ثم جاب جزيرة العرب سياح كثيرون، نذكر منهم والين سنة 1845 وبورتون سنة 1852 وبالغريف سنة 1862 الذي زار في أواسط جزيرة العرب أماكن كانت مجهولة قبله تماما. وقسم القدماء جزيرة العرب إلى 3 أقسام: بلاد الحجر العربية بطرة وهي القسم الشمالي الغربي من جزيرة العرب، وبلاد العرب السعيدة وهي القسم الجنوبي الغربي منها، والصحراء العربية وهي قلبها وشرقها. فأما بلاد الحجر الغربية بطرة فتشتمل على القسم الواقع بين فلسطين والبحر الأحمر، وأما الصحراء العربية فهي البادية الكبرى التي تمتد من حدود سوريا والعراق إلى الفرات فإلى الخليج الفارسي. وأما بلاد العرب السعيدة فتشتمل على القسم الجنوبي من جزيرة العرب، أي على نجد والحجاز واليمن وعمان إلخ. وجهل جغرافي العرب ذلك التقسيم فلم يروا بلاد الحجر بطرة من جزيرة العرب، فكان التقسيم الوحيد الذي اصطلحوه عليه ما يأتي: بلاد الحجاز وهي جبلية رملية تشتمل على الجزء المتوسط من المنطقة الواقعة على ساحل البحر الأحمر، ومن بلاد الحجاز مكة والمدينة المقدستان، وبلاد اليمن وهي في جنوب بلاد الحجاز تتألف من الزاوية الجنوبية الغربية من جزيرة العرب، وبلاد اليمن أغنى جزيرة العرب وأخصبها، وبلاد حضرموت ومهرة وعمان والأحساء وهي تلي اليمن كما يبدو من الخريطة، تمتد من خليج عدن إلى أقصى خليج فارس، وبلاد نجد وهي هضبة خصبة ذات مدن مهمة تقع وسط جزيرة العرب وتحيط بها الفلوات والمفاوز من كل جانب. ولا مطابقة بين هذه التقسيمات التي يرجع أكثرها إلى أقدم أدوار التاريخ وتقسيم جزيرة العرب السياسي،
فقد كان العرب قبل ظهور محمد منقسمين إلى ألوف من القبائل المستقلة، ثم قامت الدولة العربية فتألفت من تلك القبائل أمة واحدة، ثم عاد سكان جزيرة العرب بعد زوال تلك الدولة إلى حالهم السابقة، وأصبحت لا ترى في جزيرة العرب غير إمارات صغيرة وقبائل مستقلة تخضع كل واحدة منها لرئيس واحد، ولا يستثنى من ذلك سوى الممالك الثلاث نجد واليمن وعمان. وإليك بيانا موجزا عن مختلف الأماكن التي ذكرناها آنفا. ثلاثة: أولا بلاد الحجر العربية بطرة. ذكرنا آنفا أن جغرافي العرب لم يعدوا بلاد الحجر من أقسام جزيرة العرب، ونحن لا نستطيع إلا أن نعدها من تلك الأقسام من الناحية الجغرافية والناحية الإثنوغرافية. وتتألف بلاد الحجر من جزيرة سيناء الممتدة من حدود فلسطين إلى البحر الأحمر، ويدل اسم بلاد الحجر على حقيقتها، وذلك أنه يقع في وسط جزيرة سيناء طود من الصوان يسمى طور سيناء، ويحيط بهذا الطود بقعة صخرية ذات نبات قليل ضعيف، وتصبح هذه البقعة رملية بالقرب من الساحل. وكانت جزيرة سيناء ذات شهرة في التاريخ مع فقرها، فهي بلاد الأدوميين والعمالقة والأنباط والمديانيين الذين ذكروا في كتب العبريين كثيرا، وفيها تاه بنو إسرائيل زمنا طويلا بعد خروجهم من مصر وقبل دخولهم أرض الميعاد، ولا يزالون يشيرون هنالك إلى الجبل الذي بلغ منه موسى شريعته إلى قومه، وإلى الحجر الذي ضربه موسى بعصاه، وإلى الحجر الذي ضربه موسى بعصاه فانبجس منه الماء، وإلى كهف جبل حوريب الذي توارى فيه النبي إيليا خوفا من غضب الملكة إيزابيل. وترى في تلك البلاد القديمة التي قصت التوراة علينا أخبارها خرائب بلاد الحجر بطرة، وهي أنقاض للمخازن التي كانت قبائل اليمن تجلب إليها اللبان والأطياب لمبادلتها بسلع الفينيقيين. ثلاثة: ثانيا بلاد نجد. بلاد نجد هضبة واسعة خصبة واقعة في وسط جزيرة العرب، وتحيط بها الفلوات والجبال من كل جانب. واطلاع الناس على شؤون هذه الهضبة التي تقوم عليها الدولة الوهابية أمر حديث، وقد قال بالغريق عن سكانها إن بينهم كما بين سكان شفيلد وبر مانغام مهندسين قادرين على إنشاء خطوط حديدية وصنع آلات وبواخر. ثم ذكر بالغريق في أثناء كلامه عن نجد أن من الباطل أن توصم جزيرة العرب بالتوحش، وأن يحكم عليها بما يلاقيه السياح الذين لا يقصدون سوى بعض بقاعها الساحلية على العموم. وعلى ما أصاب الوهابين من الانهزام أمام المصريين في سنة 1810 وسنة 1818، لم تلبث الدولة الوهابية أن أعيد بنيانها، ويقيم أميرها عادة في مدينة الرياض العظيمة الشأن، والزراعة أهم ما يعتمد عليه سكان نجد. وقد قال بالغريق: تثبت وفرة الذرة والقمح والتمر والتمر الجيد في نجد أن النجديين زراع ماهرون. ثلاثة: ثالثا بلاد الحجاز. بلاد الحجاز واقعة على ساحل البحر الأحمر، وتشتهر على الخصوص بأنها مهد الإسلام، وبمكة والمدينة المقدستين اللتين يأتيهما في كل سنة ألوف الحجيج من أقصى نواحي العالم الإسلامي. وتشتمل بلاد الحجاز على بقاع خصبة، ولكن معظم بقاعها
غير ذي ذرع، ونرى شريف مكة الأكبر الذي يقيم بالطائف هو الذي يقبض على ناصية الحكم فيها، وإن كانت تابعة لسلطان الأستانة بالإسم. ومكة من المدن الواقعة في وسط الصحراء، ولا نشاهد مثلها في غير جزيرة العرب، ولا تفي أرضها غير الخصبة باحتياج سكانها، فيجلب هؤلاء السكان الحبوب التي يضطرون إليها من مدينة جدة التي هي مرفأ لمكة واقع على ساحل البحر الأحمر. وجهل الأوروبيون مكة التي سماها أهلها بأم القرى زمنا طويلا، ولا يستطيع أوروبي أن يدخلها من غير أن يعرض نفسه للقتل. وما قدر عليه بعض السياح من زيارة لها كان بفضل تذكرهم وتضلعهم من اللغة العربية، ولم يكن لدينا عنها فيما مضى غير رسوم ناقصة لا يركن إليها عند البحث الصحيح، ونستطيع اليوم فقط أن نتمثلها تمثلا صحيحا بفضل الصور الفوتوغرافية التي التقطها أحد رجال الجيش المصري صادق بك، والتي انتهت إلينا بأوروبا في سنة 1881، فاستعنا ببعضها في هذا الكتاب. ولا تفضل مكة على المدن العربية الأخرى بغير نظامها الكبير، وينظر الماء فيها ويجلب إليها أطيب الماء بقنوات من ينابيع عرفة التي تبعد منها بضع ساعات. وتقول القصة إن زوجة الخليفة الأشهر هارون الرشيد المفضلة زبيدة هي التي أنشأت تلك القنوات، وتصبح مكة في موسم الحج أغنى مراكز العالم الإسلامي التجارية وأكثرها تنوعا، ويقوم في وسطها المسجد الحرام الذي ذاعت بفضله شهرة أم القرى، وتقوم الكعبة الشهيرة التي يقول مؤرخ الشرق إن إبراهيم هو الذي أنشأها في المسجد الحرام، وتنافس الخلفاء والسلاطين والفاتحون منذ زمن محمد صلى الله عليه وسلم في تزيين المسجد الحرام بسائق التقوى، فلم يبقى شيء من زخارفه الأولى. والمسجد الحرام مربع الشكل، ويجد المرء نفسه بعد أن يدخله من أحد الأبواب في باحة فسيحة تحيط بها أقواس قائمة على غابة من الأعمدة، وتعلو هذه الأعمدة قباب صغيرة كثيرة، وتقوم مآذن المسجد الحرام على مختلف أجزاء ذلك المربع. واتخذ المسجد الحرام الملكي مثالا في إنشاء كثير من مساجد سورية على الخصوص، ورأيت في دمشق مساجد كثيرة مبنية على طراز الحرم المكي، وتختلف مساجد القاهرة عنها بشكل مآذنها ودقائق زخارفها بعض الاختلاف. ويقع المعبد الصغير الكعبة في باحة الحرم المكي، والكعبة بناء مكعب ذو حجارة سمر، ويبلغ ارتفاعها 40 قدما وطولها 18 قدما وعرضها 14 قدما على حسب رواية بيركهارد. وليس للكعبة سوى باب واحد يرتفع عن الأرض 7 أقدام، ولا يوصل إليه إلا بسلم متنقل ينصبونه في موسم الحج، ويتألف داخل الكعبة من حجرة واسعة مبلطة بالرخام، ومنارة بمصابيح مصنوعة من الإبريز ومزخرفة بالكتابات. وداخل الكعبة غني بزخارفه في كل زمن، ومن أقدم ما وصف به هو ما جاء في رحلة ناصر خسرو المفيدة التي قام بها في سوريا وفلسطين وجزيرة العرب إلخ 1035 و1042 ميلاديا، والتي نشرها حديثا مدير اللغات الشرقية العالم ميسيو شيفر. قال ناصر خسرو: يغطي جدر الكعبة رخام من شتى الألوان، وتسمر بجدارها من الناحية الغربية 6 محاريب فضية طويلة بمقدار قامة الرجل، مكفنة
بالذهب واللجين المرقش باللون الأسود، ويبلغ ارتفاع الجدر في البدء 4 سواعد من الأرض، فإذا عدوت هذا الارتفاع وجدت ما فوقه حتى السقف مستورا بصفائح من الرخام المزين بالزخارف العربية وبالنقوش المذهب معظمها. والحجر الأسود الأشهر مدمج في أحد جدر الكعبة الخارجية، ولا يزيد قطر الحجر الأسود، وهو الذي يقول العرب إن الملائكة أتوا به من الجنة ليكون موطئا لإبراهيم حين بنائه البيت الحرام، على 7 قراريط. ولا نعلم شيئا كرمه الناس زمنا طويلا كالحجر الأسود الذي كان موضع احترام وتبجيل قبل ظهور محمد صلى الله عليه وسلم بقرون كثيرة. وتكسى الكعبة في كل سنة كسوة سوداء تسترها كلها عدا موضع الحجر الأسود وبضع أقدام من أسفلها، ويعصب أعلى الكعبة في أوائل مواسم الحج بنطاق موشى بآيات قرآنية مكتوبة بحروف من ذهب. ويقوم في ساحة المسجد الحرام أيضا بناء مربع ساتر لينبوع، تقول القصة إن ملكا فجره حين حجبت هاجر وجهها لكي لا ترى وهي هائمة على وجهها في البادية ولدها إسماعيل يموت عطشا. ويجزم مؤرخ العرب أنه كان يسكن مكة 100,000 نفس في غابر الأزمان، ويرى بيركهارد أنه لا يقطن بها سوى 20,000 نفس في الوقت الحاضر. وتقع المدينة في الحجاز أيضا، وهي أقدم عاصمة للدولة العربية وتلي مكة في الشرف عند المسلمين من الناحية الدينية. فإلى المدينة هاجر محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها توفي بعد أن وطد دعائم دينة. وتحيط بالمدينة أرض جديبة كما تحيط بمكة، ولا تنبت هذه الأرض ما يحتاج إليه أهلها من الحبوب، فيجلب هؤلاء الأهلون ما يضطرون إليه منها من ميناء ينبع الواقع على ساحل البحر الأحمر. وأصبحت المدينة ذات غنى وثراء بفضل تقوى الحجاج وبرهم، وتتألف بيوتها المبنية من الحجارة المنحوتة من طبقتين على الأقل، وشوارعها مبلطة، ويحيط بها سور مرتفع. وليس في المدينة مبان قديمة خلا مسجدها المشهور الذي دفن فيه محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن كان يعلم الناس فيه أحكام الإسلام. وصارت المدينة بفضل قبر الرسول مكان حج وزيارة مهم مثل مكة تقريبا. 3. رابعا، بلاد عسير. تقع بلاد عسير الواسعة بين الحجاز واليمن، وكان الأوروبيون يجهلونها حتى أوائل القرن 19، ونحن لا نعلم من أمرها سوى أنه يسكنها قوم مقاتلون وأنها ذات مدن مهمة كثيرة. 5. بلاد اليمن. تتألف بلاد اليمن من القسم الجنوبي الغربي من جزيرة العرب، وهي أغنى جزيرة العرب وأخصبها وأكثرها سكانا، وهي أهم جزء من البقاع التي كان يسميها القدماء بلاد العرب السعيدة. ويتعاطى سكان اليمن الزراعة والتجارة معا، وترجع علاقاتهم بالمصريين والفرس والهنود وغيرهم إلى أقدم القرون. واليوم يدين أهل اليمن بالطاعة لمن يسمونه الإمام، ويقيم الإمام بصنعاء التي يبلغ عدد سكانها 60,000. ومن قول العالم الجغرافي العربي الإدريسي عن صنعاء أنها كانت مقر ملوك اليمن وعاصمة جزيرة العرب، وأنه كان لملوكهم قصر متين شهير، وأنها كانت تشتمل في زمانه على عدة قصور تحيط بها الحدائق الواسعة
وعلى بيوت مصنوعة من الحجارة المنحوتة ومحتوية نوافذ زجاجية، وأن فيها 20 مسجدا تعلو أكثرها قباب مذهبة فتساعد على تزيين هذه العاصمة القديمة. وأتيح لغرو تندن أن يزور صنعاء، فوصف موكب الإمام فيها يوم الجمعة بما يأتي: يشق طريق المسجد 50 إعرابيا مدججون بالسلاح، سائرون 6-6 منشدون بعض الأناشيد، فيأتي خلفهم أمراء البيت المالك راكبين عتاق الخيل حاملين رماحا طويلة تعلوها رايات خفاقة، فيأتي الإمام خلف هؤلاء الأمراء ممتطيا صهوة جواد أشهب ناهض من جياد الخيل التي تربى في صحراء الجوف بشمال صنعاء، والتي تعدل خيول نجد سرعة ورشاقة وتزيد عليها علوة، حاملا بيده اليمنى قناة ذات قارية من فضة ومقبض من ذهب منقوش، متكئا بيده اليسرى على كتف خصي تاركا العنان لاثنين من عبيده، متقيا وهج الشمس بمظلة وسيعة مهدبة ذات جلاجل من فضة، فيأتي خلف الإمام سيف الخليفة مستظلا بمظلة أقل أهمية من تلك، فيأتي خلف سيف الخليفة قائد الجيش وأقرباء الإمام وخواص ضباطه 100 إعرابي مسلح. ولا تزال صنعاء أهم مدن جزيرة العرب. وقال مسيو هاليقي الذي زارها منذ زمن قريب: يذكرنا فن عمارتها بالمباني الشهيرة التي شيدت على حسب فن العمارة الإسلامية. وتشتهر مدن اليمن ولا سيما الروضة القريبة من صنعاء بحدائقها وبيوت لهوها، ويستعان في الروضة بالكرمة في صنع العرش كما يستعان بها في إيطاليا. وتقع بعد 30 فرسخا من صنعاء خرائب مدينة مأرب أو سبأ التي كانت عاصمة البلاد في غابر الأزمان، فغدت اليوم قرية، وكانت تلك الخرائب تشتمل في زمن الإدريسي الذي ألف كتابه في القرن 12 من الميلاد على أنقاض قصرين أقام أحدهما سليمان وأقامت الآخر نساء داود. وكانت الملكة التي زارت سليمان تملك سبأ كما روت كتب اليهود. ومن بين مدن اليمن المشهورة نذكر المرفأين مخا وعدن الواقعين على البحر الأحمر، وتنحصر أهمية مدينة عدن المتهدمة التي استولى عليها الإنكليز في موقعها، وكانت عدن فيما مضى زاهرة كثيرة السكان. ومما قاله العالم الجغرافي الإدريسي عنها منذ 600 سنة أنه يجلب إليها من السند والهند والصين ثمين الأدوات كنصال السيوف المرصعة والجلود المحببة والمسك وسروج الخيل والفلفل والبهار والنرجيل والأبازير والهيل والقرفة وقشر العفس والإمليلج والأبنوس وقشر السلحفاء والكافور وجوز الطيب والقرنفل ومختلف المنسوجات النباتية الثمينة المخملية والعاج والقصدير ونخل الهند والقصب والند المر الصالح للتجارة. والبن من أهم ما تنتجه بلاد اليمن في الوقت الحاضر، فتصدره إلى أنحاء العالم قاطبة، ومع ما يزرع من البن الوافر في كثير من بقاع الأرض لم يبلغ من حيث الجودة في مكان ما بلغه في بلاد اليمن ذات الجو الخاص، وتعد مخا مستودع البن اليمني. وليس لملوك اليمن في الوقت الحاضر ما كان لأسلافهم في القرون الخالية من الجلال والعظمة، ولا يعدو سلطانهم الآن حدود المدن الكبرى، ولا يتناول نفوذهم مختلف القبائل المستقلة المنتشرة في نواحي البلاد. 3. سادسا بلاد حضرموت ومهرة وعمان والأحساء. تمتد بلاد حضرموت ومهرة من شرق اليمن إلى عمان، وتقع على طول ساحل المحيط الهندي،
وتسكنها قبائل مستقلة، وفيها بضع مدن تكاد تكون مجهولة، وعاصمة حضرموت هي مدينة شيبامة الواقعة على مسيرة يوم من مدينة تريمة المهمة، التي يبلغ عدد مساجدها عدد ما في روما من الكنائس كما روى فريسيمل. وتقع بلاد عمان التي تأتي بعد مهرة على ساحل المحيط الهندي والخليج الفارسي، وهي رملية تتخللها واحات كثيرة وأودية خصبة، ومقر سلطانها مدينة مسقط التي لا قيمة لها اليوم. وليست بلاد الأحساء الممتدة من عمان إلى مصب الفرات والواقعة على طول الخليج الفارسي معروفة جيدا، ويظن أنها قليلة السكان، ويعد القسم الذي بين مدينة القطيف والبصرة صحراء واسعة، وتقع تجاه هذا القسم جزر البحرين التي هي أشهر مغاوص اللؤلؤ في العالم. لقد أتينا ببحث موجز عن جزيرة العرب، وعلينا أن ندرس الآن أمر سكانها، وسنرى أن العالم لم يعرف قطرا طبع بجوه وأرضه طابعه على شعب كما طبعت جزيرة العرب بجوها وأرضها طابعها على من يسكنها من الأهلين. ولا تنفع أنباء الفتوح وأخبار الملوك في الوقوف على تاريخ إحدى الأمم، والذي ينفع في ذلك هو البحث في مختلف العوامل التي أثرت في تطورها، والتي يجيء عامل العرق الذي تنتسب إليه في مقدمتها. فما سجايا هذا العرق الخلقية ومواهبه العقلية، وماذا اعتبر هذا العرق من التغير بفعل البيئة والوراثة والعلاقات بالأمم الأخرى؟ هذا ما نرغب في معرفته، وما نسعى إلى درسه في هذا الكتاب. الفصل الثاني، العرب. رقم واحد، مبدأ العرق كما أقرته العلوم الحديثة. أرى قبل البحث في العرب أن أمهد الأمر بدرس ما هو ضروري من أوصاف الإنسان وقوفا على هذا الفصل. تقسم الجماعات البشرية المنتشرة في مختلف أقطار الأرض إلى عروق، وكان يظن أن الفروق بين العروق البشرية أقل مما هي عليه بين أنواع الحيوان، بيد أن العلم الحديث أثبت أن عروق البشر مفترقة في أخلاقها افتراق أنواع الحيوان المتقاربة. فيجب عد كلمة العرق بالنسبة إلى الإنسان مرادفة لكلمة النوع. ويمكن تعريف العرق أو النوع البشري بأنه يدل على جماعات ذات أخلاق مشتركة تنتقل إليها بالوراثة انتقالا منتظما. ويرى الذين لم يدرسوا علم أوصاف الإنسان أن الأمة والعرق كلمتان مترادفتان تقريبا، مع أن لهما معاني مختلفة تماما. فالأمة هي جماعة من الناس الذين ينتسبون في الغالب إلى عروق كثيرة جمع بينها نظام حكم واحد ومصالح واحدة. فإذا صح ما ندعوه الآن بالأمة الإنكليزية أو الأمة الألمانية أو الأمة النمساوية أو الأمة الفرنسية مثلا، لم يبقى ما تصح تسميته بالعرق الإنكليزي أو العرق الألماني أو العرق النمساوي أو العرق الفرنسي. فكل أمة من هذه الأمم هي من تباين المحائد والأصول، ونقص الإدغام ما لا يجوز معه أن تطلق كلمة العرق، أجل إن من الجائز أن تنضوي جماعات بشرية كثيرة إلى قوانين واحدة، وأن تدين هذه الجماعات بديانة واحدة، وأن نتكلم بلغة واحدة، ولكنه لا يتألف منها عرق متجانس إلا بعد أن تستقر فيها أخلاق واحدة وصفات جسمانية واحدة بفعل البيئة والتوالد والوراثة. ويتطلب كسب هذه الأخلاق والصفات زمنا طويلا جدا، والصفات الموروثة إذا كانت لا تستقر إلا ببطء
فإنها لا تزول إلا ببطوء، وبأقصى البطوء تندمج العروق وتتحول. ويجب لكي يكون للبيئات والتوالد أبلغ الأثر في تكوين العرق أن يتوالى التطور ويتراكم بفعل الوراثة المتتابعة المستمرة قرونا كثيرة سائرا نحو غرض واحد. ويعدون البيئة في الغالب من العوامل التي تستطيع تحويل صفات العرق وإثباتها، ولكن الوراثة التي تتراكم بها أخلاق العرق وسجاياه وترسب مع الزمن أقوى من البيئة وأعظم أثرا. فقد دلت حوادث التاريخ على أن العرق إذا ما استقرت أخلاقه وسجاياه بالوراثة وبلغ من الكبر عتيا عجزت البيئة عن التأثير فيه، وصار أهون عليه أن ينقرض من أن يتحول. من أجل ذلك نرى بني إسرائيل يحافظون على مثالهم الثابت في كل قطر، ومن أجل ذلك أيضا تعذر على بلاد مصر الحارة مع ما فيها من قوة صهر أن تحول العروق المسنة التي استولد عليها واحدا بعد الآخر، فكانت قبرا لكل واحد فيها. وإنما تؤثر البيئات في العروق الحديثة، أي العروق التي تنشأ عن توالد مختلف الأمم ذات الصفات المتباينة، فإذا ما فلت الوراثة الوارثة وانحلت بذلك مقومات الماضي القديمة الموروثة بفعل الوراثة الجديدة، خلا الميدان للبيئة وقامت بعملها. والتوالد لكي يكون مؤثرا يجب أن يتكرر وأن لا تتفاوت كثيرا نسب من يتوالدون من أفراد مختلف العروق. وإذا عظم التفاوت في نسب العناصر المتوالدة كانت الغلبة لصفات العرق الوافر العدد لا لصفات العرق القليل العدد الذي لا يبقى له أثر من حيث النتيجة. وقد دل الاستقراء على أن رهطا من البيض لم يلبث أن يزول أثره بعد بضعة أجيال إذا ما توالد هو وقوم من الزنوج، وأن صفات أمة مقهورة صغيرة تزول بالتوالد أمام صفات أمة منتصرة كبيرة. ومن الأمثلة على ذلك أغارقة الوقت الحاضر الذين لا يمتون إلى أجدادهم الذين خلدتهم التماثيل بوجه شبه. ومن تلك الأمثلة رومان بلاد الغول الذين وإن كنا وارثين لحضارتهم ولغتهم لم يبقى لدمائهم أثر في عروقنا. ومنها أيضا حال العرب في مصر، فسوف ترى أن المصريين الذين تمردوا على حضارة الفرس واليونان والرومان ولغاتهم انتحلوا لغة العرب ودينهم وتمدنهم، وأن مصر غدت بذلك أشد البلاد التي دخلت في دين محمد صلى الله عليه وسلم عروبة، وأنه مع كثرة توالد المصريين والعرب الفاتحين وظهور مثال جديد اختلف عن الأصل بعد انقضاء جيلين أو ثلاثة أجيال أدى تفوق نسبة المصريين العديدة من حيث النتيجة إلى تقلص أثر الدم العربي في المصريين، وأن الفلاح المصري العتيد العربي بدينه ولغته رجع عبنا لقدماء المصريين وصورة حية له. رقم 2 أهمية الأخلاق في تقسيم العروق. لا تصلح اللغة والدين والجماعات السياسية والصفات التشريحية كشكل الجماجم ولون الجلود والسحنات لتقسيم العروق وإظهار الفروق الدقيقة بين الأمم المتقاربة كالأمم الأوروبية مثلا. وإن صلحت الأوصاف التشريحية لتقسيم الأجناس البشرية الظاهرة الاختلاف البادية التباين، بيد أنه توجد صفات نفسية وإن شئت فقل سجايا خلقية ثابتة ثبات الصفات التشريحية، وأنه سيأتي يوم تكون فيه هذه الصفات النفسية التي أغفلها علم أوصاف الإنسان الحديث أساسا لتقسيم العروق، فلا يقول فيه أشد الناس تمسكا بالأوصاف التشريحية إنه ينال باطلاعه على صفات العرقيين المتقابلين التشريحية معارف أكثر من التي ينالها باطلاعه على صفاتهما النفسية. وتأتي الصفات النفسية المتشابهة بنتائج متشابهة دائما كما تأتي الصفات التشريحية. ومن ينعم النظر في تطور إحدى الأمم
الأمم يعجب مما يلاحظه من تجلي سجاياها الخلقية على نمط واحد في غضون الأجيال، وتنشأ عن الصفات النفسية نظم الأمة وشأنها في العالم على الخصوص، وتستتر تحت الأخلاق أي تحت المقومات التي تولد مع الإنسان، وتقرر طراز شعوره وفعله عوامل السير اللاشعورية. وتختلف الأخلاق باختلاف العروق، ونفسر بهذا الاختلاف السبب في أن النظم المتشابهة تأتي بنتائج مختلفة عند إدخالها إلى أمم مختلفة، ونفسر به مثلا علة الفوضى السائدة لجمهوريات أمريكا الإسبانية البائسة وما تتمتع به جمهورية الولايات المتحدة من السعادة والرخاء مع تماثل نظم هذه البلاد وتلك. وفي الماضي تنضج عوامل السير ومنه تتسرب فينا، وفي الماضي الطويل تتكون المروءة والنشاط والشجاعة والمبادرة وردع النفس وكبح العواطف وغير ذلك من الأخلاق والمشاعر التي يرثها أبناء الجيل الحاضر لينقلوها إلى جيل المستقبل والتي لا يستطيع أي نظام أن يمنحها. وعلى ما في السجايا الخلقية من الثبات نراها تقدر كالصفات الجثمانية أن تتحول ببطء بتأثير مختلف العوامل، ولا سيما البيئة المادية والمؤثرات الأدبية والتوالد، ومن ذلك اختلاف أخلاق الروماني الذي كان معاصرا لهيلو غابال عن أخلاق أجداده في العصر الجمهوري، واختلاف سكان الولايات المتحدة في الأخلاق عن آبائهم الإنكليز. والأخلاق في طريق التحول عند أكثر الأمم الحاضرة، وهي لا تزال بعيدة من الرسوخ، وقد نشأ عن الفتوحات العظيمة التي ظهرت بها الأمم الحاضرة أن تقابلت عناصر كثيرة التباين، فاختلط بعضها ببعض قليلا، ولما يمضي من الزمن ما يكفي لاكتسابها كثيرا من المشاعر المشتركة. وأمر مثل هذا يتضح جيدا حينما ندرس أحوال شعوب حديثة، يخيل إلينا أول وهلة أنها متجانسة كالفرنسيين المؤلفين بالحقيقة من عناصر مختلفة كالكمريين والنورمان والسلت والإكتان والرومان وغيرهم من الذين داسوا ديارنا وجاسوا خلالها من غير أن يتمازج حفدتهم كما يجب حتى الآن. وأوضحت في كتاب جديد مقدار التأثير العميق الذي يؤثره في مقادير الأمم مختلف العناصر التي تدخل في تركيبها، كما بينت فيه أن دراسة هذه العناصر لا دراسة النظم السياسية التي هي معلولات لا علل هي التي ترشدنا إلى سر الدور الذي تمثله الأمم في التاريخ. وما قمت به من تلخيص ذلك في هذا الكتاب يكفي لإقناع القارئ بأهمية درس روح الأمم الذي لا يزال ناقصا، وسنرى في البحث في أخلاق العرب تفسيرا وافيا لأسباب عظمتهم وانحطاطهم. رقم 3، منشأ العرب. عد العرب واليهود والفينيقيون والعبريون والسوريون والبابليون والأشوريون الذين استوطنوا جزيرة العرب وآسيا الصغرى حتى الفرات من أصل واحد، ويطلق على هذا الأصل اسم الأرومة السامية. وتقوم قرابة هذه الأمم على تجانس لغاتها واشتراك أبنائها في صفات جسمانية متماثلة كسوداد شعورهم وكساسة لحاهم وكمدة ألوانهم وما إلى ذلك. ومن الممكن أن نجادل في قيمة هذه الصفات، ولكننا إذ نخرج بها عن الغرض نرى الاقتصار على اقتباس ما ورد عنها في بعض المتون. وذهب العلماء إلى وجود مثالين لصفات تلك الأمم الجثمانية، أحدهما لطيف والآخر غليظ. فأما المثال الأول فيتصف كما قال ميسيو جيرار بقامته الهيفاء المعتدلة وأعضائه المكتزة المشتدة ومفاصله الدقيقة ووجهه الطويل الدقيق في أسفله وذقنه المتوثب وفمه الصغير وأسنانه البيض المنضدة
وشفتيه الرقيقتين وأنفه الضيق الأقني وعينيه السوداوين النجلاوين وحاجبيه الأزجين ورأسه المستطيل. ونجد هذا المثال الشائع بين العرب على العموم في بني إسرائيل والسوريين والمصريين الأقدمين والمعاصرين أيضا. وأما المثال الآخر فيتصف بقامته الطويلة الثقيلة وأعضائه العضلة ووجهه العريض الثخين وفكه القوي البارز وذقنه النائي وفمه الضخم وشفتيه الغليظتين وأنفه الأقني الواسع وحاجبيه المقترنين وعينيه السوداوين الكبيرتين وجبينه الضيق المستقيم. ونجد هذا المثال بين الأشوريين واليهود وعرب الجنوب والمصريين الذين تجري في عروقهم دماء أفريقية لا ريب، وذلك لما تدل عليه خطوط سحناتهم ونسب أجسامهم. ومهما تكن وحدة هذه الصفات التي نجادل في قيمتها ومهما تكن أهمية هذه القرابة السامية التي لا نجزم بها، نراها ترجع على فرض وجودها إلى ما قبل التاريخ، وقد كانت هذه الأمم السامية على اختلاف وتباين منذ أقدم عصور التاريخ كما دلت عليه الروايات. وإذا جاز لنا أن نحكم في مبادئ الساميين السياسية والاجتماعية من خلال مبادئنا الحاضرة، رأيناها قبلية غير راقية، وذلك مع الاعتراف بأن الأمم السامية أقامت حضارات عظيمة، وأن ثلاثة من الأديان الخمسة أو الستة التي تسود العالم وهي اليهودية والنصرانية والإسلام نشأت عن الفرعين الساميين اليهود والعرب. وكانت القرابة بين العرب واليهود وثيقة، ودليل ذلك ما بين لغتي التينك الأمتين وتقاليدهما من التشابه. ولا جرم أن الشبه قليل بين العربي أيام حضارته واليهود الذي عرف منذ قرون بالنفاق والجبن والبخل والطمع، وأن من الإهانة للعربي أن يقاس باليهودي. ولكن لا تنسى أن طرق الحياة الخاصة التي خضع اليهود لحكمها منذ قرون كثيرة هي التي أنشأت منهم عرقا ذليلا غير محترم. وعندي أن كل أمة تكون عرضة لمثل ما أصاب اليهود، ولا تعرف عملا لها غير التجارة والربا، وتحتقر في كل مكان وتنتقل إليها تلك الغرائز المنحطة بالوراثة المتتابعة مدة 20 قرنا، وتتأصل فيها تصير كما صار إليه اليهود لا محالة. ويجب لكي نتمثل القرابة بين اليهود والعرب أن نعود إلى عصر إبراهيم الذي نرى أن قبيلته الصغيرة كانت تغزو جيرانها وتلقي الزعر فيهم كما تغزو قبائل البدو العربية الحاضرة جيرانها وتخيفهم. ولنعلم كما أرجح أن أسر اليهود في مصر لم يكن سوى نتيجة غزوة أسفرت عن حصر المصريين لليهود النهابين في مكان من شمال مصر لم يستطيعوا الخروج منه في زمن موسى إلا بعد إقامتهم به زمنا طويلا، وبلوغهم من النفوس عددا تمكنوا به من مقاومة الفراعنة والرجوع لمدة 40 سنة إلى حياة البادية. وما كانت حياة اليهود لتختلف إلى زمن داود عن حياة الصحارى التي ألفتها قبائل البدو العربية في فلسطين وجزيرة العرب. رقم 4، تنوع شعوب العرب. يعد أكثر الأوروبيين العرب عرقا واحدا على العموم، وكل مسلم عند هؤلاء الأوروبيين يسكن بقاع آسيا وإفريقيا الممتدة من مراكش إلى جزيرة العرب هو عربي، وذلك كما يعد العرب جميع الأوروبيين من إنجليز وألمان وطليانة وروس أمة واحدة يسمونها الإفرنج. والحق أن تمثل الأوروبيين للعرب على هذا الوجه هو من عدم الصحة كتمثل العرب للأوروبيين، وذلك أنه يوجد بين العرب مثل كالتي تشاهد في أوروبا، وأن العرب قد انتهوا بما صادفهم من البيئات وبما اختلطوا به من الأمم إلى أمزجة كثيرة معقدة إلى الغاية. وعلى ذلك أصبح عرب مكة بعد أن كان يتألف منهم عرق خالص في الماضي
مزيجا من أبناء مختلف الشعوب المنتشرين فيما بين المحيط الأطلنطي ونهر السند، والذين يحجون مكة في كل سنة منذ زمن محمد عليه الصلاة والسلام. وقل مثل هذا عن عرب إفريقيا وسوريا الذين اختلطوا بالفينيقيين والبربر والترك والكلدان والتركمان والفرس والأغارقة والرومان. ولا تستثني من هذا أجزاء جزيرة العرب الوسطى المنعزلة كبلاد نجد التي اختلط أهلها بالزنوج على نسب واسعة منذ قرون. واستوقف تأثير الزنوج في سكان جزيرة العرب نظر جمع السياح الذين ارتادوها. ومن ذلك أن روى روتا وجود بقعة في اليمن صار سكانها من أصحاب الجلود السود على وجه التقريب، مع أن سكان الجبال من أهل اليمن الذين قل اختلاطهم بالآخرين ظلوا بيضا. وإن قص هذا السائح في معرض الكلام عن أسرة أحد رؤساء تلك البقعة أنه يوجد في أبنائها جميع الألوان التي تترجح بين الأسود والأبيض تبعا للعروق التي تنتسب إليها أمهاتهم. ومن ذلك أن رأى والين قبائل من العبيد السود في الجوف، وأنه يوجد زنوج في نجد وفي بقية جزيرة العرب من غير اكتراث للون والتوالد. ومن ذلك أن رأى بالغريق مقاليد مدينة القصيف النجدية المهمة بيد زنجي. ومما قاله بالغريق إنني رأيت في الرياض أناسا من الخلاسيين يحملون سيوفا ذات مقابض فضية، ويخدمهم عرب خلص من أبناء إسماعيل وقحطان. وعجبت ليدي بلانت من عدم الاكتراث لأمر اللون أيضا، وذلك في رحلتها إلى بلاد نجد في سنة 1878، فروت أن حاكم مدينة سكاكا النجدية زنجي أسود كريه الملامح كزنوج إفريقيا. ثم قالت إن مما لا يصدقه العقل أن يحيط بهذا الحاكم الزنجي الذي لا يزال عبدا رهط من الندماء البيض الخالصي العروبة يمتثلون أوامره ويبتسمون استحسانا لأفاكيهه التافهة. واختلط مختلف العروق واختلاط مختلف العروق أظهر ما يكون لدى أهل الحضر من العربي، ويباهي كل عربي بوجود نسوة من مختلف الألوان في دائرة حريمه. ويتجلى صفاء العرق في سكان الجبال وأهل البدو من العرب أكثر مما في غيرهم، وذلك مع ملاحظة وجود أناس من أهل البادية الشام الشرقية القريبة من تدمر على الخصوص شقر زرق العيون بسبب اختلاطهم بأهل الشمال على ما يلوح. رقم 5، وصف الفوارق بين العرب. إن الفارق الأساسي الوحيد بين العرب هو ما أيدته تقاليدهم وطرق معايشهم، وهو تقسيمهم إلى أهل حضر وأهل بدو. ويجب ألا يغيب هذا التقسيم الجوهري عن البال حين البحث في تاريخهم. فأما أهل البدو وهم الأعراب الموزعون فيما بين المحيط الأطلنطي وخليج فارس، فلهم طرق معايش وعادات وطبائع لا تزال كما كانت عليه منذ آلاف السنين، ويحتمل أن تبقى هكذا إلى الأبد. وهم مقسمون كما في العصر الإسرائيلي إلى قبائل ترتحل عن الأماكن المقيمة بها عندما تستنفد مواشيهم ما عليها من الكلأ. وأما أهل الحضر من العرب فهم على العكس يتغيرون بتغير الأماكن والشعوب التي يخالطونها. وإن تقسيم العرب إلى أهل حضر وأهل بدو يطابق ما في الرواية التي قالت بتقسيمهم إلى ثلاثة عروق: العرق الذي باد وعفى أثره قبل الإسلام، والعرق المؤلف من أبناء قحطان الذين استقروا ببلاد اليمن والذين هم أقحاح العرب، والعرق المؤلف من ذرية إسماعيل الذي هو ابن جارية إبراهيم المصرية. وتعلم مما قلناه آنفا
عن العرب المعاصرين الذين هم وليد توالد مختلف أنه يتعذر وجود مثال خالص خاص بالعرب بسبب ما تعرض له العرب من التمازج كتعذر وجود مثال فرنسي أو إيطالي. وأحسن وصف قيل في مثال العرب الجثماني الذي يطابق فريقا كبيرا من العرب الخلص هو ما ذكره الجراح الأول السابق في الجيش المصري لاري في الكلمات الآتية، وهي: هم مربع القامة ذو تكوين حسن ومزانة ضلع سقع، وجوههم بيضية سمر، وجبينهم عريضة عالية، وحواجبهم سود منفصلة، وعيونهم كحل لامعة، وأنوفهم معتدلة، وأفواههم جميلة، وأسنانهم منضدة عاجية البياض، وآذانهم حسنة الشكل غير كبيرة مائلة قليلا إلى الأمام، وخروطهم محازية تماما لأجفانهم. وفي المرأة العربية محاسن كثيرة كما في أخواتها كما في أخواتها في الأمم الأخرى، ونحن نعجب على الخصوص باستدارة أعضائها اللطيفة وتناسب يديها واعتدال رجليها وهيف قامتها وتبخترها إلى آخره. ويقسم أهل البدو أو الرعاة من العرب إجمالا إلى قبائل كثيرة موزعة في أطراف الأراضي الخصبة القريبة من البادية، وتقيم القبائل بمضارب وخيام تنقل من مكان إلى آخر عند الضرورة. وعلى ما بين أبناء القبائل العربية والعرب المتمدنين من الشبه نرى أبناء القبائل العربية يميزون بتألق عيونهم وغموض ملامحهم واعتدال قامتهم وسرعة عدوهم وضمورهم وقوتهم وتوثبهم وخيلائهم وعزقهم وحذرهم وبأسهم ونجدتهم ولباقتهم وذكائهم النادر وفروسيتهم ورمايتهم واستعدادهم العظيم لاحتراف مختلف المهن والصناعات. وأشد ما استوقف نظري من الأوصاف التي وصف لاري بها العرب هو ما شهدته على الخصوص من التماع عيون صبيانهم وبياض أسنانهم ودقة أيديهم وأرجلهم وهيف قامتهم وما إلى ذلك مما لا يرى اليوم في غير عرب البادية. وإذا عدوت ذلك التقسيم الأساسي وجدت أن الفارق العملي الوحيد الذي بين العرب المولدين هو ما يقوم على البحث في سكان كل قطر يسكنه العرب، وهذا ما نفعله حينما نصف بالتتابع عرب جزيرة العرب وسوريا ومصر وإفريقيا والصين، وصفات هؤلاء النفسية لا صفاتهم الجسمانية هي أكثر ما نبحث فيه، مع أن نشر صورنا الفوتوغرافية أنفع في تمثل هذه الأمثلة من أي بيان مفصل كان. رقم 5، أولا عرب جزيرة العرب. عرب البقاع الوسطى من جزيرة العرب ولا سيما الأعراب هم مع اختلاطهم بأناس من الزنوج أكثر العرب مشابهة لأجدادهم الأقدمين، وهم الذين سنبدأ بالبحث فيهم. ويتألف من الأعراب الذين يظن الكثيرون أن جزيرة العرب لا تشتمل على غيرهم، عرق جليف بعيد من التمدن عاطل من أي تاريخ كان. ونحن إذا ما استثنينا الدين نرى أنه لم يتبدل فيهم شيء منذ ألوف السنين، وعلى من يود أن يعرف ما كانوا عليه منذ 3000 سنة أن ينظر إلى حاضرهم، وهم الذين لم يطرأ على ما وصفهم به هيرودوتس أو التوراة شيء، وهم الذين قدر عليهم ألا يتحولوا. وإذا كان من فضل البقاع الخصبة كاليمن أن تنشئ أهل حضر، فإن رمال الصحراء القاحلة لا تصلح لغير الأعراب. وسكان البدو من العرب مقسمون في كل زمن إلى قبائل صغيرة تخضع كل واحدة منها لشيخ أو أمير، ويقتصر سلطان هذا الشيخ أو الأمير تقريبا على قيادة المحاربين في الغزوات
وتقسيم الغنائم والصدارة في بعض الحفلات. والغزو وتربية الحيوانات هما كل ما يعتني به الأعراب، ولا نهاية لما يشتعل بين القبائل العربية من الحروب لأتفه الأسباب، ما عملت بمبدأ الثأر والقصاص الإسرائيلي القائل إن العين بالعين والسن بالسن والنفس بالنفس، وما تبع كل حادث قتل يقع بينها حادث قتل مثله انتقاما. ولا ترضى القبيلتان العربيتان المتعاديتان بالدية بدلا من القصاص إلا بعد أن ينهكهما الجهد ويعتريهما الوهن. وتنشأ عيوب أهل البدو من العرب ومحاسنهم عن طراز حياتهم. قال هيردر: لا يزال الأعراب محافظين على طبائع أسلافهم البدوية، وهم على ما في الأضداد من غرابة يتصفون بسفك الدماء وحقنها، وباعتقاد الخرافات وردها، وبالإيمان والإلحاد، وهم على ما يظهر ذو فتوة خالدة يقدرون بها على القيام بجليل الأعمال عندما يؤمنون بمبدأ جديد، وهم أحرار كرام شم الأنوف غضاب مقاديم يجمعون في مثالهم بين الفضائل والمساوئ الخاصة بقومهم. والأعرابي نشيط ويعود نشاطه إلى وجوب كسب عيشه بنفسه، وهو صبور ويرجع صبره إلى ما لا محيص عنه من احتمال الآلام والمحن، وهو محب للحرية، والحرية هي الأمر الوحيد الذي اتفق له أن يتمتع به، وهو محارب ويحارب حاقدا كل من يحاول استعباده، وهو قاس على نفسه صارم ولوع بالانتقام في الغالب. ونرى الأعراب متماثلين في أمور العز والشرف لتماثل أحوالهم ومشاعرهم، ويقوم فخرهم على السيف والقرى والبلاغة، فبحد السيف يصونون حقوقهم، وبالقرى يتجلى كرم أخلاقهم، وبالبلاغة يحسمون ما لا يقدر عليه السلاح من الخصام. وقال دي قرجة: قد يكون أظهر ما في الأعراب هو أنهم جماع الأضداد، فالنهب والكرم والسلب والجود والقسوة والنبل وغير ذلك من الصفات التي تدعو إلى المقت والإعجاب في وقت واحد مما نراه في الأعراب. وليس في هذا ما يعذر به الأعراب لو لم تلاحظ أنهم محكوم عليهم بالاكتفاء بما تنتجه بلادهم المعتزلة التي هي أكثر أراضي العالم جدوبة. ويعتذر الأعراب عن النهب بأنهم محرومون لفقر بلادهم طيب العيش ووفرة الغلات والكلأ مما لم تعرفه أمة أخرى، وبأنهم يزيلون هذا الحيف المقدر بأسنة رماحهم، معتقدين أن من الحلال دهم القوافل وسلب ما بأيديها تعويضا لهم مما لم تقدر أن تجود عليهم به أراضيهم القاحلة، وبأنهم يعدون قطع السابلة وسلب ما بأيدي الناس ضربا من حقوق الفتح والفخر كتدويخ مدينة أو ولاية، وذلك لعدم تفريقهم بين الحرب والكمون. ومساوئ مثل هذه لا تغتفر لو لم يكن عند الأعراب من الفضائل ما يشفع لهم به. ومن هذه الفضائل أن الأعرابي المحارب المتعطش للنهب والانتقام، والذي يفعل عند مس كرامته ما لم تسمع به أذن من ضروب القسوة، مضياف كريم أنيس في مضربه. ومنها أن الهضيم الذي يضع نفسه تحت حماية الأعرابي ولو كان من أعدائه أو الذي يصبح في جواره يعد من أفراد أسرته، فلا يستطيع أحد بعدئذ أن يعتدي على حياته المقدسة التي يدافع عنها ذلك الأعرابي أكثر من أن يدافع عن نفسه. وإن ظهر أن هذا الغريب من أعدائه الذين تمنى زوالهم 100 مرة، وليس بمستبعد أن يأخذ الأعرابي المضياف جمل جاره طوعا أو كرها ويصنع منه طعاما ليمعن في إكرام ضيوفه. والكرم أفضل فضائل الأعراب، ويعده الأعراب أخص ما اتصفت به أمته. وأضيف إلى ما تقدم
أن الأعراب من سكان جزيرة العرب وسوريا وإفريقيا يحبون الحرية حبا جما لا يقدر الأوروبي أن يتصوره، وهم يصدرون أبناء المدن ويعدونهم من الأرقاء لذلك، ويتضمن الارتباط في الأرض عندهم معنى توديع الحرية والخضوع لسيد، ويرى الأعراب الذين لا يملكون سوى حريتهم أن هذه الحرية أغلى شيء وقد حافظوا عليها بتوالي الأجيال، ولم يقدر جميع الفاتحين من الأغارقة والرومان والفرس وغيرهم من الأمم التي دوخت العالم أن يعبدوهم. وكل قهر للأعراب لا محالة زائل، والقهر إذا ما وقع كان على أيدي أعراب آخرين، فلا يفل الأعراب إلا الأعراب، فلا يفل الأعراب إلا الأعراب. ويرجع حب الأعراب للحرية إلى أقدم عصور تاريخهم، وقد روى ديودورس الصقلي أن الأنباط وهم من أعراب بلاد الحجر العربية بطرة كانوا ممنوعين من بذر القمح وغرس الأشجار المثمرة وبناء البيوت لما في هذه الأعمال من التضحية بالحرية طوعا، ولذا لم يستذل الأعراب أحد، وهم الذين لم يعطوا ملوك فارس الجزية، وقد أعطاها أهل فينيقيا وفلسطين كما ذكر هيرودوتس. ويلقي الأعراب الرعب في قلوب جيرانهم المتمدنين لما فطروا عليه من الرغبة في النهب وحب القتال، ويعد هؤلاء المتمدنون ويعد هؤلاء المتمدنون الأعراب من قطاع الطرق. وينظر الأعراب إلى المسألة من ناحية أخرى، أي يفخر الأعراب بسلب القوافل فخر الأوروبيين بضرب المدن بالقنابل أو افتتاح الأقطار أو ما إلى ذلك، ويحترم الأعراب رؤساءهم احترام الأوروبيين لأعاظم القادة وإن لم يقيموا لهم تماثيل. وأصبح أعراب جزيرة العرب بما كان عندهم من غرائز النهب والقتال محاربين أشداء أيام خلفاء محمد صلى الله عليه وسلم، فدوخوا العالم بسرعة ولم تتغير غرائزهم بتغير ما لاقوا من الأحوال الجديدة، بل تجلت على صور أخرى ما كان الثبات من الغرائز، فأصبح حبهم للنهب حبا للفتح، وتحول كرمهم إلى ما أخذته أوروبا عنهم مؤخرا من طبائع الفروسية. ثم إن ما بينهم من التفاخر والمنافسة لم يلبس أن جاوز الحدود المعقولة، فكان سببا في خسرانهم بعد أن كان حافزا لهم على العمل الصالح في البداءة. وكان يتألف من الأعراب قسم كبير من جيوش خلفاء محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الأعراب الفاتحون وقام الأعراب الفاتحون بأجل الخدم لأولئك الخلفاء، وإن كان العلماء وأرباب الفن الذين ازدهرت بهم حضارة أتباع النبي لم يظهروا من بين الأعراب. ويستخف الأعراب بسلطان الحضارة ويفضلون عليها عيش البادية، وهذه من المشاعر الموروثة التي ترى مثلها عند هنود أمريكا ولا يؤثر فيها أي دليل. ورفض الأعراب في سوريا على الخصوص كل أرض عرضت عليهم ليستقروا بها، ويعرف هؤلاء الأعراب الذين يستوقف نبلهم وبأسهم نظر كل سائح كيف يستغنون عن نعم الحضارة المصنوعة وعن جبروت كل أمير إقطاعي كأمراء القرون الوسطى، ولا تخلو حياة البادية من السحر والجمال مع ذلك، ولا أتردد ثانية في ترجيحها على حياة المصانع التي يقضي العامل فيها 12 ساعة من كل يوم. وعندي أن أهل البدو من العرب مع بقائهم على الفطرة وعدم تحولهم قيد أنملة عن الحال الابتدائية التي كانوا عليها منذ أقدم العصور أفضل من جميع أمم الرعاة في العالم. وقد أتيح لي أن أحادثهم غير مرة، فظهر لي أن مبادئهم في الحياة تعدل مبادئ كثير من الأوروبيين العريقين في الحضارة. وسنرى أن الأعراب الأجلاف بعاداتهم شعراء بتصوراتهم، ويندر أن يكون الأعرابي غير شاعر.
والأعرابي وهو شاعر صبي في خلقه وينطوي تحت دعته الظاهرة من التقلب ما لا يشاهد مثله إلا في الأولاد والنساء، وهو كهؤلاء لا يتأثر إلا بعامل الساعة التي يكون فيها ولا تستهويه سوى ظواهر الأمور، ويبهره الضجيج والضوضاء والبهرج، وفي فتنه سر اجتذابه. وأمر مثل هذا يشاهد في العروق والأمم الفطرية وما إليها من النساء والصبية الذين هم عنوان أدوار التطور البشري الأولي. والحق أن الأعرابي جلف ذكي لم يصعد درجة في سلم الحضارة منذ ألوف السنين، ولم يعاني ما عاناه الرجل المتمدد من التحول المتراكم بتوالي الأجيال. وإذا صح ما نعتقده من أن اختلاف السجايا الخلقية يكفي لوجود فروق بعيدة الغور بين الناس، أمكننا أن نقول إنه يتألف من العرب المتحضرين والأعراب عرقان تفصل بينهما هوة عميقة. ويختلف عرب الجزيرة الحضريون الذين نبحث في أمرهم الآن عن أولئك الأعراب اختلافا كبيرا، فأهل الحضر من عرب الجزيرة لم يكونوا أجلافا كما يعتقد على العموم. وعند بلغريق أن السياح الذين لم يزوروا سوى بعض الأماكن الساحلية التي لا أهمية لها في جزيرة العرب الواسعة هم مصدر هذا الرأي الفاسد، وينظر بلغريق إلى أهل عمان بعين التقدير والإعجاب حيث يبحث في ثقافتهم، ولا يصعب كما يرى وجود أناس من أهل نجد قادرين كالإنجليز على صنع الآلات ومد الخطوط الحديد. وليس من المجهول شأن جامعة زبيد وجامعة زمار اليمنيتين اللتين وإن كانتا دون جامعة الأزهر المصرية أهمية تساعدان مثلها على نشر العلم القويم بين أولي البصائر من الأهلين. ومن دأبنا في الوقت الحاضر أن ننظر إلى عرب الجزيرة من خلال المثل الكئيبة التي نراها في سوريا ومصر والجزائر، والتي لا تنم إلا على أناس أحطتهم ضروب الاختلاط والعبودية، وعلى الباحث الذي يرغب في استبار العرب أن يسيح في مهد العروبة وأن يدرس أحوال العرب فيها عن كثب. فقد عاد بالغريق عرب الجزيرة الذين عاش بينهم زمنا طويلا من أعظم أمم الأرض كرما ونبلا. قال بالغريق إن أهل الحضر من العرب من أنبل شعوب الأرض وأكرمهم، وهم جديرون بهذا المديح، وقد أكثرت من السياحة في أنحاء العالم، وكانت لي صلات وثيقة بمختلف الأمم الإفريقية والأسيوية والأوروبية، فظهر لي أن الأمم التي يفضل أفرادها على سكان جزيرة العرب الوسطى قليلة إلى الغاية، ويتكلم أولئك الحضريون العرب بلغة الأعراب مع ذلك، ويجري في عروقهم ما يجري في عروق الأعراب من الدماء، وما أبعد المسافة بين الفريقين. وذكرنا أن الفروق التي بين أهل الحضر من العرب الساكنين في مختلف البلدان كالفروق التي بين الأمم المتمدنة، وتشاهد مثل هذه الفروق بين سكان جزيرة العرب نفسها. فالفرق بين سكان القطر النجدي الذي هو أوسع من كثير من الممالك الأوروبية وبقية سكان جزيرة العرب لا يقل عن الفرق الذي بين سكان شمال أوروبا وسكان جنوبها، والوهابيون الذين هم أكثر نشاطا من العرب الآخرين وأقل اندفاعا وراء عوامل الزمن أشد العرب مكرا وغيرة. قال بالغريق في وصف الوهابيين: يقل الوهابيون عن العرب الآخرين كرما وإقداما ومرحا وصراحة، ويزيدون عليهم صبرا وحكمة. ويندر أن يدل كلامهم على سرائرهم، وهم حزمة بعيد الهمة، جبابرة ذو انتقام، قساة نحو أعدائهم، مشكوك في مودتهم لغير بني قومهم،
ولذا فهم جديرون بأن يسموا من غير تجنن ومع كل تحفظ باسكتلندي جزيرة العرب، ووجوههم ذات صلود وعبوس مما لا يرى مثله في وجوه عرب الشمال الطليقة، ولا يؤخذون بدوافع الساعة العتيدة، وإذا ما صاروا فبعد تفكير وإنعام نظر، ويقدرون بإرادتهم القوية وثباتهم وجلدهم على تنظيم شؤونهم الاجتماعية والسيطرة على جيرانهم مع ما فيهم من الذكاء المحدود، ولا ريب في أنهم سينتصرون بفضل اتحادهم المتين على أعدائهم الذين أضعفهم انقسامهم، وأن سيادة القسم الأعظم من جزيرة العرب ستكون لدولتهم الوهابية، وأن أطماعهم وآمالهم ستتحقق في أقرب وقت، وتتجلى أخلاقهم في أدق شؤون حياتهم الأهلية، ويجب على من يرغب في مفاوضتهم ألا يسترسل في كلامه، وأن يزن حركاته كما يفعل عندما يحادث أعداءه. رقم 5، ثانيا، عرب سوريا. عرب سوريا كعرب الجزيرة أهل حضر يسكنون المدن، وأعراب يقيمون بالبادية، ولم يكن في السيطرة المتتابعة التي أصابت سوريا ما يترجع منه أعرابها الذين لا يزالون يعتمدون في معايشهم على النهب وتربية المواشي منذ 3000 سنة. ونحن إذا ما استثنينا المدن نرى سوريا قبضتهم بالحقيقة، فهم يهاجمون فيما وراء نهر الأردن وفي أبواب دمشق نفسها السياح والقوافل التي لم تؤدي إليهم الفداء في مقابل خفرها وحمايتها والسماح لها بالمرور. وتجتمع في أعراب سوريا صفة الشره وصفة الكرم المتناقضتان اللتان المحنى إليهما فيما تقدم، ويقدسون الضيف ما دام نزيلهم. ولم يقدر أحد على إلزام أعراب سوريا بترك البادية التي تعودوا العيش فيها منذ قرون، وقد رفضوا كل أرض عرضت عليهم ليستقروا بها، وامتنعوا عن أي عمل زراعي. ونرى في سوريا بجانب الأعراب الذين يدينون بدين محمد صلى الله عليه وسلم قبائل ذات شعائر وعقائد مختلفة يسهل تمييز بعضها من بعض لعدم توالدها فيما بينها، وأهمها المتاولة والنصيرية والموارنة والدروز. فالمتاولة قبائل عربية جبلية تعيش في اعتزال، وهم من مسلمي الشيعة المتعصبين الذين يأبون تناول الطعام مع أي أجنبي كان. ونرى من أوصافهم أنهم مزيج من المغول والعرب والفرس، مع أن بعض الباحثين يظن أنهم منحدرون من بعض القبائل الكردية. والنصيرية قبائل جبلية أيضا، وهم يدينون بديانة مشتقة من الإسلام بعيدة منه كل البعد، ويرى أن النصيرية من القائلين بالتناسخ ويعبدون الشمس والقمر إلخ. وللموارنة مع قربهم من السوريين طابع خاص، وهم أتباع طائفة مسيحية ذات عجب صاحبة لم تكن على شيء كبير من البسالة كما أثبتت الحوادث ذلك. والدروز يشبهون الأعراب، وتتألف منهم طائفة إسلامية عاتية حرة انفصلت عن السوريين والعرب منذ قرون، وتوجد بين الدروز الشجعان ذوي الصولة وموارنة لبنان عداوة متأصلة. ويتألف من سكان مدن سوريا وقراها مزيج من المصريين والفينيقيين واليهود والبابليين والفرس والأغارقة والرومان والعرب والمغول والشركس والصليبيين والترك وغيرهم من الأمم التي استولت بالتتابع على سوريا كلها أو بعضها. ولذا يشاهد السائح في سوريا مثلا كثيرة للتباين،
ويتصف سكان المدن من السوريين بالذكاء ولين العريكة والمكر والمخادعة على العموم. وقديما نعت الرومان السوريين بأنهم ولدوا للعبودية، والسوريون وقد رضوا بكل حكم أجنبي أصابهم منذ قرون كثيرة، لم يبق من نشاطهم سوى منازعاتهم الدينية، وقد عرفوا فيما لا يمس عقائد الدين بإذعانهم التام وانقيادهم المطلق لكل ذي سلطان، مما لا يتصوره أوروبي. ويمكن القارئ أن يقف على ذلك من القصة الآتية التي رواها ميسيو دوفوغوي عن أوروبي كان في سوريا أيام القمع الذي وقع بعد ملاحم سنة 1861. روى ضابط معلم أوروبي كان في خدمة الترك أنه شاهد الأمر الآتي، وهو أن أحد الجلادين الكثيرين في ذلك الوقت كاد يتم عمل نهاره، وأن الكلاب كان عاليا والكرسي واطئا فلا يوصل إليه به، وأن مسلما مسنا مر من هنالك راكبا حمارا حاملا قطعة لحم، فأمره الجلاد بالوقوف فأطاعه، فترجل مادا عنقه للشنق طائعا ظنا أن أجله جاء، فأفهمه الجلاد أنه لم يقصد شنقه وإنما يريد حماره ليصعد فيه رجل محكوم عليه بالموت ويوضع الحبل في عنقه. فلما وضع الجلاد الحبل ونخس الحمار هوى ذلك المحكوم عليه بالموت، فركب الشيخ الهرم حماره بعد أن حمل قطعة اللحم لائذا بالفرار. وإنني أقول مكررا إن ذلك الإذعان لا يتجلى إلا في الأمور التي لا تمس عقائد الدين، ولم يطرأ على الهدوء العميق الذي تتمتع به دمشق شيء من جراء الاضطرابات التي وقعت حديثا في مصر. وعجبت من السهولة التي كان يضرب بها جندي واحد جموعا زاخرة ويدحرها لتفسح المجال لمرور أحد الأعيان أو السياح. ومع ذلك فقد سمعت في دمشق والقدس غير مرة أن أقل نجاح لعرابي كان نذير قتل لنصارى سوريا الذين يحمر الوجه خجلا من جبنهم. وهؤلاء النصارى هم الذين كانوا يذبحون في سنة 1861 كالضأن من غير أن يبدو أقل مقاومة، وهم الذين يكونون لا ريب جبناء أنذالا لو حدث في سنة 1882 من الإثخان فيهم ما كان يتوقعه الملأ. رقم 5، ثالثا عرب مصر. عرب مصر نتيجة توالد سكان مصر الأصليين والعرب الذين فتحوا مصر في سنة 640 بقيادة عمرو بن العاص. وعرب مصر ليسوا عربا بدمهم، وإن كانوا عربا بلغتهم ودينهم. وقد دلنا علم وصف الإنسان على أن العنصر العربي الغالب لم يلبس أن طغى عليه العنصر المصري المغلوب الأوفر عددا والأكثر احتمالا لجو مصر المرهوب، وأن العناصر المتداخلة لم تلبث أن توارت، وأن المصري الحضري العربي بدينه ولغته رجع ابنا لقدماء المصريين في زمن الأهرام، أي ذا سعة في كتفه ووجهه وغلظ في شفتيه ونتوء في وجنتيه ومشابهة للمثل المنحوتة في قديم الآثار. ولم يكن عرب النيل الحضريون أبناء لقدماء المصريين بتقاطيعهم فقط، بل ورثوا عن هؤلاء أخلاقهم ولطفهم وأدبهم الجم أيضا، وهم يخشون لما عانوا من ضروب الاستعباد منذ قرون جميع السادة ولا سيما الأوروبيين. فقد استطعت حين ذاعت الأنباء في القاهرة بأن مصر العليا مضطرمة بالعصيان والملاحم أن أجول منفردا في القرى القائمة
على ضفتي النيل من غير أن يصيبني أذى. واحتياجات الفلاح المصري قليلة جدا، وهو إذا ما ملك بلغة كان سعيدا، وهو يعيش من غير تفكير في المستقبل والوقت والأبعاد، ويكون جوابه لا أعلم حين سؤاله عن أشياء كان يجب أن تكون التجارب المتكررة قد هدته إليها، ولا يعرف مدة السفر بين قريته وإحدى القرى المجاورة، ولا المسافة بينهما، ولا يرى له مصلحة في معرفة هذا. ونشاهد في مصر مثل ما نشاهد في جزيرة العرب وسوريا من الأعراب والحضريين، ونرى الفرق بين أعراب مصر وحضرييها أعظم مما في أي قطر آخر لاختلاف العرقين في مصر، فضلا عن اختلافهما في المعايش. وإذا كانوا عرب المدن قد تحولوا بفعل التوالد المستمر إلى مصريين، فإن أعراب مصر لم يختلطوا بسواهم نظرا إلى طرق معايشهم الخاصة. وهؤلاء الأعراب يشبهون بقنا أنوفهم ورقة شفاههم وطول وجوههم البيضية وعيونهم اللامعة، مثال العربي البدوي في زمن محمد صلى الله عليه وسلم. والأعراب فقط هم أهل الحرب والنزال المرهوبون في مصر، وهم الذين يجب أن يخافهم الإنكليز في غزوهم الجديد لوادي النيل إذا لم يشتروا حيادهم بأي ثمن، كما أخبرنا به العارفون غير مرة. وينصب أهل البدو من عرب مصر خيامهم في الصحارى الرملية القريبة من ضفتي النيل، وهم قلما يخشون جانب الحكومة، ولا صلة بينهم وبين الفلاحين الذين يبغضونهم. ومعايش هؤلاء الأعراب كمعايش عرب البادية، فالعرب البدوي هو أينما حل وحيثما اتجه. وترى في مصر عدا العرب عناصر كثيرة أخرى كالترك والأقباط والسوريين والزنوج والأغارقة والأوروبيين وغيرهم من العناصر التي يندر أن تتوالد هي والفلاح المصري، وذلك فضلا عن أن جو مصر القتال لا يصلح لتناسل الأجانب، ومنهم الترك في أكثر من جيلين، وأصول العرب لا غيرها هي التي استطاعت أن تثبت في مصر. ومن تلك الشعوب نذكر الأقباط الذين وإن كانوا لا يعدون حفدة خلصا للقدماء المصريين، يرى بينهم أشخاص مشابهون لما في النواويس القديمة أكثر مما بين سواهم. ويدين الأقباط بالنصرانية ولم يختلطوا بالعرب ويقطنون في مصر العليا، ولا سيما ببعض القرى والمدن كأسيوط، وتشبه لغتهم لغة قدماء المصريين. وتوصل شامبوليون بدرسها إلى إيضاح الكلمات الهيروغليفية كما هو معلوم، ومع نص كثير من المؤلفات على أنه لا يتكلم أحد باللغة القبطية في الوقت الحاضر. سمعت أقباطا يتكلمون بها فيما بينهم على لهجات مختلفة، ويكتب الأقباط لغتهم بالحروف اليونانية في الزمن الحاضر. ويقدر الأقباط المقيمون بمصر بمئتي ألف نفس، وإن قالوا لي مؤكدين إن عددهم يزيد على 500,000. ويلوح لي أن الصورة المحزنة التي تصور بها سجيتهم لا تمت إلى الحقيقة بصلة، وكل ما في الأمر أنهم أفضل في الثقافة من عرب الوقت الحاضر ومن الترك على الخصوص، وأنهم وإن كانوا لا ينالون أعلى المراتب بسبب دينهم، يعطون المناصب الإدارية التي تتطلب جهدا ودراية. وأما الترك الذين حلوا محل العرب في مصر سياسة، فإن تأثيرهم في تكوين العرق المصري صفر، وتتألف منهم الآن طبقة أريستقراطية لا تختلط بالسكان ولا يزيد عددهم على 20,000. رقم 5. رابعا، عرب إفريقيا.
إننا إذا استثنينا مصر التي تعد من الشرق عادة نرى أنه يسكن شمال إفريقيا أناس منتشرون إلى ما بعد خط الاستواء من بعض النقاط، يدينون بدين واحد وإن لم تجري دماء العرب في عروقهم بصورة مطلقة، متمازجون من البربر والعرب والزنوج، وفي مراكش على الخصوص يتجلى هذا التمازج الذي يزيد كلما دنونا من خط الاستواء. ويختلف بربر إفريقيا عن العرب كثيرا، وسنتكلم عنهم مفصلا في الفصل الذي خصصناه للبحث في تاريخ عرب إفريقيا، فلا نبحث فيهم الآن. وعرب إفريقيا أهل بدو وأهل حضر كعرب الأقطار الأخرى الذين تكلمنا عنهم، وهم نتيجة اختلاط أعقد مما في أي مكان آخر، وأهل مدنهم الساحلية الذين ننعتهم بالعرب هم على الخصوص مزيج من القرطاجيين والرومان والوندال والأغارقة والبربر والعرب والترك والأوروبيين والزنوج وغيرهم من الآدميين الذين تلاقوا في تلك السواحل والبقاع. وشاهدت في سواحل إفريقيا الشمالية جميع المثل التي تترجح بين زنوج السودان والحور العين، وليس من الصواب أن يناط عرب الجزائر بمثال واحد أو ببضعة مثل كما فعل ذلك حديثا أحد علماء وصف الإنسان الذي لم يأتي بغير بحث سطحي عنها. ولم يكن العربي الجزائري غير مولد بالحقيقة، ونرى فيه أحط صفات المولدين، وحضري العرب من سكان مدن الجزائر نتيجة تمازج تلك الأمم، وقد حطتهم سيطرة الأجنبي المتتابعة، وأعرابهم متمردون على كل حضارة كأهل البدو في كل قطر، وهم أقل تمازجا وانحطاطا من حضري العرب. ويجمع أولئك الحضريون والأعراب على مقتل الأوروبيين القاهرين لهم وحقدهم الشديد عليهم، ويضحي الجزائري الذي نصفه بالخلي المتردد المكسال القانع الوضيع المتزيد بماله ونفسه، ويشترك في كل عصيان وتمرد للخلاص من حكم الأجنبي الذي فتح بلاده. وقد تتم إبادة عرب الجزائر بوسائل منتظمة كالتي اتخذها الأمريكيون لإبادة أصحاب الجنود الحمر ولكن الذي أعتقده هو أن الفرنسي لن يستطيع حمل الجزائري على التفرنس، وأن من المتعذر أن يسود السلام في قطر واحد بين العرب والفرنسيين الذين ينتسبون إلى عرقين مختلفين. وقد سمعت هذا الرأي الذي يجتنب تدوينه في الكتب عادة من جميع أولي البصائر في الجزائر، وإني أوافق عليه موافقة تامة. رقم 5، خامسا، عرب إسبانيا. جميع العرب الذين ذكرناهم آنفا من الأحياء الذين يصلحون أن نتمثل بهم أجدادهم مع ما طرأ عليهم من التغير وغير ذلك، أمر عرب أسبانيا الذين بادوا ولم يتركوا من الذراري من نتنور بهم أجدادهم. ونحن مع جهلنا حقيقة مثالهم نراه كان مختلفا عن مثال العرب السابقين الذين فتحوا إسبانيا، فقد تغير المثال العربي الأصلي بتوالده هو والموالي، والموالي من النصارى وبربر إفريقيا الذين أغاروا على إسبانيا. ونتج عن هذا التوالد الذي دام 8 قرون عرق جديد يختلف مثاله عن مثال الغزاة الفاتحين اختلافا محسوسا، كما تشهد بذلك السنن الأنثروبولوجية التي بيناها في بدء هذا الفصل. وتشهد آثار حضارة العرب في إسبانيا بسمو ذكاء هذا العرق الجديد المولد، ويدل تاريخهم على علو فروسيته وبسالته، ويثبت صراعه الأهلي الذي كان علة زواله
اتصافه بسجايا العرب الأصلية، ونحن إذ لا نستطيع أن نستدل على عرب إسبانيا الذين انقرضوا إلا بدراسة حضارتهم وتاريخهم، نحيل القارئ إلى الفصول التي خصصناها للبحث في تلك الحضارة وذلك التاريخ. رقم 5، سادسا، عرب الصين. أخذ خلفاء العرب وملوك الصين يتبادلون السفراء بعد أن أقام العرب دولتهم، وسترى في مكان آخر من هذا الكتاب أن صلات العرب والصين التجارية كانت منتظمة برا وبحرا، ولم يلبث الإسلام في الصين كما في كل بلد دخله العرب أن صار له أتباع. ويقدر ميسيو دابري دوتيرسان عدد مسلم الصين 20 مليون نفس، وذلك في كتاب نشره حديثا عن الإسلام في الصين. ويرى هذا المؤلف أن دماء عربية تجري في عروق مسلم الصين وإن لم يكونوا عربا حصرا، وأنه يتألف منهم عرق مزيج من العرب والترك والصينيين. ثم يقول إن المسلمين في الصين منحدرون من الكتيبة المؤلفة من 4000 جندي الذين أمد بهم الخليفة أبو جعفر الإمبراطور سو تسو وانغ في سنة 755 ميلادي، حين شق أنولوشين العصا، والذين سمح هذا العاهل لهم بالإقامة بأهم مدن الصين مكافأة لهم على ما قاموا به من الخدم، فتزوجوا صينيات وكان بهم أصل مسلم الصين. وقال ذلك المؤلف بعد أن استشهد برأي أندرسون الذي يرى أن شرفهم يفوق الوصف، وذلك مع الاستشهاد بملاحظاته الخاصة، إنهم يتصفون بروح الصدق والشرف على العموم، وإن من يتقلد منهم بعض مناصب الدولة يحترمه الأهلون ويحبونه، وإن من يتعاطى التجارة منهم يتمتع بالسمعة الطيبة، وإنهم يؤتون الصدقات كما يأمر الدين، وإن الناظر إليهم يخيل إليه أنهم يؤلفون أسرة كبيرة واحدة يشد بعضها أزر بعض، وإنهم مع طابعهم الخاص استطاعوا بفضل نباهتهم وإخائهم الديني وتسامحهم أن يلائموا بيئتهم وأن ينموا ويكثروا، وذلك خلافا لدعاة الأديان الأجنبية الأخرى الذين أرادوا أن يكون لهم شأن في الصين فلم يتقدموا خطوة حتى الآن. ونشأ عما فطر عليه مسلم الصين من التسامح والروح الحرة واحترامهم عادات الصين وشرائعها ومعتقداتها أن يتمتعوا بما للصينيين من الحقوق، وأن يكون منهم حكام وقواد ومقربون من الإمبراطور. أسهبت في هذا الفصل في بيان بعض المسائل التي أغفلها المؤرخون مع ما لها من الأهمية الكبرى في إيضاح ارتباط حوادث التاريخ. ونعد سجايا العرق الخلقية والذهنية أقوى العوامل في تطور الأمم، فالسجايا الخلقية التي تنتقل بالإرث هي التي تعين اتجاه السير، ولا يستطيع أحد أن يتخلص من سلطانها، وعالم الأموال هو الذي يملي على الأمة اتجاهها. وفي الماضي تنضج عوامل سيرنا الحاضر، وفي الحاضر تنضج عوامل سير أبناء المستقبل والحاضر، والحاضر وهو عبد الماضي سيد المستقبل. فيجب على من يرغب في معرفة المستقبل أن يدرس الحاضر. ومن الهوامش نذكر رقم اثنين، لا أبالغ إذا قلت إنه لا يرى في بلاد اليونان الآن أغارقة حقيقيون إلا نادرا، كما أن بلاد اليونان لم ترى إغريقيا حقيقيا منهم منذ زمن طويل، فلم أجد واحدا منهم لا في أثينا ولا في غيرها من بلاد اليونان، كما أنني لم أجد تمثال شخص واحد من التماثيل التي هي على شيء من القدم والمحفوظة في متحف أثينا
يشابه المثال الإغريقي، ومع ذلك فإن مسيو شليمان الذي سحت معه حينا بين لي أن المثال اليوناني القديم لا يزال يوجد في ميغار وإيتاك وليسبوز ونواحي أخرى لم أزرها، ولكن هذا من القلة بحيث لا ينقض ما ذكرته آنفا. رقم ثلاثة، أرى الصحنات التي لم تكن عاملا أساسيا في تخصيم العروق البشرية حتى الآن مهمة إلى الغاية، وقد اعترفت بأهميتها حينما شاهدت في رحلاتي الكثيرة في أوروبا وأسيا وإفريقيا كيف يسهل على سكان البلاد الأصليين أن يميزوا بالضبط أبناء مختلف العروق مع ما بين هؤلاء من وحدة في الأزياء. ثم حاولت إثبات أهمية الصحنات في تقسيم العرق في رسالة خصصتها للبحث في الصحنات، ففيها يجد القارئ إيضاحا كاشفا عن الوسائل التي يستنبط بها ما بين أفراد العرق الواحد من الاشتراك في صحناتهم. رقم سبعة، إن العربي مع إقراره لليهودي بالقرابة أول من يحمر وجهه خجلا منها، وما شاهدته في رحلات الكثيرة التي قمت بها في ألمانيا وبولونيا وغاليسيا وروسيا والشرق من الاحتقار لليهودي لا يذكر بجانب كره العربي له، فاليهودي في نظر العربي نوع من الحيوان النجس الذي يباح أن يصنع به كل شيء، ولا يخاطب العربي في الجزائر يهوديا إلا بعد أن يناديه يا مونتن ابن مونتن، والعربي قادر على فرز اليهودي من غيره مهما حاول اليهودي أن يتنكر، وقد تحققت ذلك حين قدر لي الاشتراك في مؤتمر من الأوروبيين عقد في الجزائر، حيث كان أناس من العرب يدلونني على يهود من المتعذر تمييزهم بصحناتهم، ويعامل اليهودي في البلاد العربية المستقلة عن نفوذ الأوروبيين بأسوأ مما يعامل به الحيوان. وإليك كيف وصف مسيو كوت في سنة 1855 حال اليهود في مراكش: يحرم على اليهودي أن يلبس غير الثياب السود التي هي رمز اللعنة والشقاء، ويحظر عليه ركوب الخيل، وإذا مر أمام مسجد أو زاوية أو ولي أو مرابط أو شريف وجب عليه خلعا عليه وحملهما بيديه، ويمتنع على اليهودي أن يدخل مقابر المسلمين وتجلد العريفة المسلمة اليهودية في الأماكن العامة لأتفه الأسباب، وإذا ما ضرب مسلم يهوديا وجب على اليهودي ألا يدافع عن نفسه بغير الفرار أو الاستعطاف، وإلا أمكن قتله، وما أكثر ما يرجم صبيان العرب شباب اليهود ويضربونهم بالعصي ويصفعونهم ويعضونهم ويخدشونهم، وشباب اليهود يركعون ويتلوون ويتلمسون الخلاص ويرجون النجاة من غير أن يقدروا على ضرب أحد من أولئك الصبية أو جرحى. وما تقدم وإن كان يقع في داخل مراكش لا يحدث مثله في طنجة، حيث يقيم كثير من قناصل الدول الأوروبية الذين يحتمل اليهود بهم على العموم. ولما أتيت تلك المدينة العجيبة وزرت واليها، وصحبني ترجمان القنصلية البلجيكية اليهودي، لاقى هذا الترجمان من الولاء من الوالي كل رعاية.